بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. عندما تسألت في الحلقة الماضية هل آن الأوان ليلتقط الوسط الرياضي أنفاسه ويهدأ ونرى انضباطا سلوكيا يليق بهذا الشعب وما نتمناه لأولادنا، لم أكن أتصور أن الإجابة سوف تأتي سريعا بإشعاع كبير من الأمل. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من ملك وكتابة وحلقة الاثنين. المهندس عدلي بداها تفاؤلية وشايف أنه في طاقة نور فجت وهبت على الوسط الرياضي، وشايف أنه ما صدر عن لجنة أو عن المجلس الأعلى للإعلام من ضوابط وقرارات خاصة ب الكثير من التجاوزات في الإعلام الرياضي كفيلة بأن هي تظبط الأداء شوية في الفترة الجاية، لكن الإعلام في النهاية انعكاس لواقع الرياضة. الرياضة لو انعكست في الملاعب، لو انضبطت في الملاعب، لو انضبطت في الإعلام قائد الإدارية، الإعلام تنوير يا أستاذ إبراهيم، هتظهر لا مش هيبقى رد فعل، لا الإعلام فاعل ويقود. لا أنا ضد إن هو الوسط الرياضي منفلت يبقى الإعلام يعمل اللي هو عايزه، لا الإعلام يستطيع أن يظبط الأداء. عندما تحملنا لا من خلال ضبط أدائه يستطيع أن يواجه المجتمع. يأثر للدرجة. عندنا أكثر من فقرة وأنت مجهزها بس أنت عايز تموه. أنت عندما حمل النادي الأهلي لواء الدعوة للانضباط الرياضي والسلوكي، وقال أن يتحمل كل الضغوط ولا ينجرف إلى ما حدث من فوضى في الألفاظ والتراشق والخروج عن الخلق الرياضي، لم يتصور يوما، وهذه المفارقة الجميلة، أن يأتي لواء بحجم اللواء مصطفى كامل وحيلنا وقفة معاه يتحدث عن هذه المعايير بأدق الكلمات في قناة الأهلي. إذن هي لحظات المسؤولية وتوقيتات الدور المسؤول فعلا لكل جهة ولكل طرف ولكل جهاز ولكل نادي ولكل اتحاد تجاه هذا الوطن. مصر هي تمر بذكرى أغلى أيامها وذكرى أهم أحداثها في التاريخ الحديث، وهو نصر أكتوبر المجيد. أعتقد يحتاج الكثيرون إلى روح أكتوبر في كل المجالات، في الإرادة، في التحدي، في الصمود، في العزيمة، في تغليب مصلحة الوطن. في كثير من المناحي محتاجين نغلب روح أكتوبر لتسود بيننا يا باشمهندس. مؤكد، ولذلك أنا يمكن ألمحت إلى الزيارة الموفقة والاستضافة الموفقة اللي عملها زميل إيهاب الخطيب مع اللواء مصطفى كامل، تحدث عن أكتوبر وفي فقرات هنا هنتوقف مع بعض المعاني عشان الناس تفهم يعني إيه لما يكون في شخصية مسؤولة تتحدث تفرق إزاي. عشان كده حلقة مهمة فيها 6 عناوين. خدت العين وراحت. مستشفى الأهلي لعلاج اليوم الواحد والموسم الكامل. ما تعمل معروف يا أخي. مذبحة الشتاء في عز الصيف. وأخيرا ودائما والكاس كمان بطولتنا. حلقة فيها 5 عناوين رئيسية مهمة لفقرات ثرية جدا، نتمنى إن شاء الله إنه تنال إعجابكم ومتابعتكم اللي دايما وأبدا بتهمنا بالأساس. الفترة اللي فاتت وزارة الشباب والرياضة في اطلاعها بمسؤولياتها، وده برافو عليها، حتى ما يتعلق الأمر بالنادي الأهلي برافو عليها، إنه قانون 71 لسنة 2017 إذا كان نقل السيادة الرياضية للجنة الأولمبية لأن هي تكون المظلة الحاكمة لكل الأندية والاتحادات الرياضية، لكن يبقى الدور الرقابي للحكومة، يبقى الدور الرقابي فيما يتعلق بالمال العام ومنه أموال الأندية والاتحادات هي مسؤولية وزارة الشباب والرياضة. النادي الأهلي رحب باللجنة اللي أوفدتها الوزارة في التفتيش على الأعمال المالية والإدارية. مش رحب، الأهلي طلب وأصر. الأهلي طلب فيما يخص أموال التبرعات إياه، لكن ما يخص المراجعة المالية عن السنين اللي فاتت كلها والموقف المالي حتى الآن
ده كانت أعمال رقابية تفتيشية من قبل الوزارة بمسؤوليتها طبعاً على الأندية، على النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك وعلى اتحاد الكورة، ورصدت وجمعت كل مخالفاتها. ما يتعلق بنادي الزمالك في كتير منه راح لنيابة الأموال العامة، وفي كتير ينتظر مش شأننا، لكن في اتحاد الكورة عليه أيضاً ملاحظات كتيرة مطلوب منهم الإجابة عنها. وفيما يخص النادي الأهلي، كان اللجنة سجلت أعتقد حاجة وعشرين ملاحظة يتعلق بأعمال المجلس السابق، لكن قلنا لكم من الحلقة الماضية هو الأهلي كيان واحد، حتى مجلس الإدارة الحالي يرفض استخدام المسؤولية ممتدة، يرفض استخدام مسألة أنه ده يخص عن أعمال الاتحاد السابق، هي مسؤولية كاملة عن المجلس السابق، لكن المجلس الحالي مسؤوليته أن هو يوافي الجهة الإدارية بالإجابات عن هذه الملاحظات ويزيل ما يستطيع منها، عشان كده أو يلاحق ما لا يمكن إزالته. بالضبط، يزيل ما يستطيع إزالته ويلاحق المسؤول فيما لم نتمكن من إزالة أسبابه. عشان كده كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي قرر تشكيل لجنة ضمت السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي، والأستاذ خالد درندالي أمين الصندوق، والأستاذ عماد حلمي المدير المالي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والأستاذ محمد فتحي المشرف العام على الشؤون القانونية. اللجنة دي بتدرس تقرير كامل فيه كل الردود على هذه الملاحظات اللي أوردها تقرير الوزارة. بيتصل الأستاذ خالد درندالي بالأستاذ كامل زاهر أمين الصندوق السابق في تفسيره لكل ما ورد من ملاحظات، عشان النادي من خلال هذه اللجنة يدرس الموقف كاملا وبدقة ويرد به على وزارة الشباب والرياضة. طلب الكابتن محمود الخطيب من اللجنة المشار إليها التنسيق والتواصل مع الأستاذ كامل زاهر أمين الصندوق السابق لبحث الموقف وإطلاعها على ما ورد في تقرير وزارة الشباب والرياضة والرد عليه، وهو ما ترجمه الأستاذ خالد درندالي خلال الساعات الماضية بالاتصال مع الأستاذ كامل زاهر في هذا الشأن. دي منتهى أو ده منتهى المسؤولية من قبل وزارة الشباب والرياضة، وأيضا منتهى الرقابة من الوزارة، ثم الاستعداد والشفافية من النادي الأهلي، إنه النادي بيقدم كل التفسيرات حتى ما يتعلق بأعمال المجلس السابق في بعض الملاحظات اللي ممكن يصعب إزالتها لأنه تتعلق بأموال تحصل عليها وكلاء وسمسرة اللاعبين في صفقات انتقال. الوزارة شايفة من خلال لجنتها إن ديت أموال كانت بغير وجه حق أو ما لهاش فيها مبالغة صرف أو فيها مبالغة، فبالتالي دي النادي هيرد والوزارة هتقول قرارها في هذا الشأن. في إطار دعم صفوف الأهلي، محمد صلاح الأهلي رجع أحمد صلاح بطل نجم الطائرة الكبير، لاعب الدولي نجم مصر والكرة الطائرة في النادي كان انتقل لطلائع الجيش يا باشمهندس، والأهلي أعاده الموسم أو الأسبوع الماضي. أيوه، استكمل أخيرا بمحمد صلاح حاجة أحمد صلاح. طبعا. طيب من محمد صلاح. صلاح أو لا. من أحمد صلاح لمحمد صلاح. محمد صلاح هينافس نجمنا الكبير. فرانس فوتبول بتقول إن هو في القائمة السادسة والأخيرة للمرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية لا تمنح لأفضل لاعب لعام 2018. ضمت القائمة السادسة والأخيرة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اللي نتمنى إن شاء الله يكون له وجود أساسي في هذه الجائزة. فرانس فوتبول كشفت عن القائمة في الحصول على هذه الجائزة مؤخرا. هو لجنة انتخابات هو شخص. الجميل في الخبر ده ان في كل الترشيحات السابقة كان في الاخر بترسم محمد صلاح مودريتش ورونالدو. لما جات الفرنسي فوتبول وحطت معايير، بالمعايير الجديدة اتغير كل الناس اللي فاتت دي ما عدا محمد صلاح. فداخل معاه ناس جديدة، يعني زي راموس وإيفان راكيتيتش بتاع لاعب وسط برشلونة، ولويس سواريز المهاجم. فإذا يتغير المرشحون وصلاح واحد. والله لجنة الانتخابات في اتحاد الكورة، انتوا عارفين ان اتحاد الكورة كان اعلن عن انتخابات في المقعدين الشاغرين
مكان الأستاذ حازم الهواري ومدام سحر الهواري، المكانين الشغالين في انتخابات تكميلية عليهم، اللجنة المكونة من ممدوح العرابي وأشرف سعد ومؤمن القاضي استكملوا تلقي أوراق المرشحين لهذه الانتخابات اللي المفترض تجرى يوم 30 و31 أكتوبر الجاري. اعتمدت اللجنة أوراق جميع المرشحين حتى الآن 6، كابتن أحمد شوبير وعاصم مرشد ومحمد حسن وصفية رامي ودينا محمد وشيماء منصور، واعتذر هاني سعيد رئيس نادي جولدي. يعني انتخابات كد، يعني دخول الكابتن شوبير في هذا المعترك وفرصه أتصور أنها كبيرة، نتمنى أن يكون إضافة تظبط بعض الأمور اللي مؤكد نفس الاتحاد عارف أنها محتاجة لإعادة نظر. طيب ما يخص اتحاد الكورة وأزمة خصم النقاط من نادي الزمالك؟ البعض في التفسير القريب هيقول الأهلي ماله. لا، الأهلي ماله، الأهلي ليه علاقة، الإسماعيلي ليه علاقة، بيراميدز، المصري، الاتحاد، كل الأندية المتنافسة في المسابقة ليها علاقة بالكلام ده، لأنه ما يتم خصمه من فريق نتيجة ارتكابه أخطاء يستفيد منها الفريق المنافس بشكل مباشر، خاصة لما يتعلق الأمر بنواحي قانونية. مفيش حد بيسرق من حد نقاط، أنت ارتكبت مخالفات، عندك تجاوزات، هذه التجاوزات في اللوائح الدولية عقوبتها كذا، وده المعنى اللي هم أستاذ إبراهيم. يعني بصرف النظر عن الفوائد التي قد تكون بطريق مباشر، لكن خلينا في المعنى نفسه، أن الناس ما تتصرفش وكأن لا يوجد نظام في العالم بالضبط، والحقوق مهدرة على هذا النحو. وأنا هنا لا أتحدث عن الزمالك، بتحدث عن أي نادي لا حقوق لازم يحصل عليها وعليه حقوق لازم يؤديها. بغير هذا الأداء المنضبط مفيش، خصوصا ان من تداعيات هذا القرار ده انت بتتحرم من قيد فترتين متتاليتين، يعني انت واخد بالك السوق الانتقالات تبقى عامله ازاي ساعتها؟ بالظبط. ولذلك انا يعني من حق اتحاد الكوره ان هو يدعم كل الانديه، بس يعني والمهندس هاني ابو ريده كان حريص قوي انه يستخدم نفوذه كرئيس او كمسؤول كبير في الاتحاد المصري وإبان قضية بورسعيد ويقودها إلى اتجاه واحد أيضا، وهو يتدخل بهذه القوة هذه الفاعلية للدفاع عن حق نادي مصري. مش هقول إن ده غلط، بس هقول نوحد المعايير. يعني النادي الأهلي عندما قيل أن هناك عقوبات وبتاع ما سمعناش هذه الضجة أو هذا الحرص، او اتمنى ولو ان النادي الاهلي مش بيدي انت ليه هتروح بعيد. ما النادي الاسماعيلي لما تعرض لنفس العقوبه تم خصم 6 نقاط. ده اللي انا عايز اقوله. الله، هنا يعني انت الاسماعيلي نادي مصري ابو كل الانديه، وانا مفكر كل ما تكلمني اقول لك على ان يكون الاتحاد هو ابو كل الانديه. يعني ما فيش حاجه اسمها الابن البكري والابن الاخر العنقود والابن، لا لازم كله. لان هو حتى دينك الحنيف حريص، خلينا نرجع لهذه المعاني في المواثيق والمواريث، هذا النظام المحكم اللي عجز عنه القوانين الوضعيه والمدنيه، بتحاول الناس تخلي الناس ما تتنفسنش لانه بيحقق اكبر قدر من العداله والانضباط. فما بالك بقى بالحقوق، ان انا لما يتخصم من الاسماعيلي 6 نقاط ومحدش يقف في ظهره، وبعدين تقف في ظهر الاهلي يا سيدي، بلاش الزمالك عشان ما اقولكش انت ايه اللي، لا احنا بنتكلم في المطلق، اذا وقفت في ظهر نادي اقف في ظهر الجميع، بس مش اكتر من كده، هذه العداله المنشوده. طيب لما يتقال كل ساعه في تصريحات وكلام متضارب، ويتقال انه في جوابات جت لاتحاد الكوره بالفعل باعتماد وسريان العقوبه وعلى الاتحاد انه يعلنها، وبعد كده نشوف تطلع من مهله تدخل في مهله، تمط المهله تمدد المهله علشان ما تعلنش العقوبه، ويطلع اعضاء في مجلس اداره الاتحاد يقولوا الكلام ده. طب ما هي المساله قلت لكم الاسماعيلي نادي مصري، والاتحاد المصري قبل كده غض الطرف تماما عن العقوبه بل نفذها بسرعه لما اتخصم من الاسماعيلي 6 نقاط. ولو كان الاهلي هو المتجاوز وهو اللي مرتكب
لهذه المخالفات لحقت عليها العقوبة وما كانش حد من حقه يدافع عنه بالباطل، أو الاتحاد السكندري أو أي نادي. لكن أنا هنا بتكلم زي ما المهندس عادل أشار إلى توحيد المعايير. أنت الاتحاد معني، صدقني أول حاجة معني بيها هذا الاتحاد أو أي اتحاد فرض القانون والنظام، فرض القانون والنظام على الجميع. ما تجاملش وأولهم النادي الأهلي، لا تجامل الأهلي ولا تطل الزمالك. لكن اللي أنت بتعمله لا لا خالص، لأنه حتى في بعض الملفات المهمة، ومعرفش دي جاهزة ولا لا يا باشمهندس، ما تعلق بالسوبر المصري السعودي. اتحاد الكرة كان أعلن الأسبوع اللي فات إنه هو سيد قراره، وإنه هو الطرف اللي من حقه يختار مين يمثل مصر في هذه المباراة. هو لسه في جدل في الموضوع ده؟ لأنه مسؤول الزمالك وهم في السعودية أعلنوا إن هم اللي هيلعبوا المباراة التانية، وإن المباراة التانية هتبقى بين الزمالك واتحاد جدة في القاهرة، وتردد ده كتير. وبعدين العبث بالعقول يتقال باستمرار، أصل ده بموافقة الاتحاد العربي. يا جماعة ما فيش حاجة اسمها الاتحاد العربي في سوبر ثنائي بين دولتين. ما تنفعش، ارجوكم ما تغيبوش عقول الناس اكتر من كده. خلاص بقى، هذه مباراه معني بيها يا باشمهندس ما السوبر بقى ولا حاجه بقى السعودي. يبقى هو كده قضى على قيمه البطوله، ماتشات وديه انتهى. الاتحاد المصري يا ريت يا شوارب نكون جاهز، البيان بتاع اتحاد الكره اللي كان طلع قبل كده وقال ان هو صاحب من يمثل مصر في هذه المباراه، وانه اذا كان الزمالك هيلعب كبطل لكاس مصر مع الهلال بطل الدوري السعودي، وبالمناسبه بنبارك للزمالك فوزه بالكاس، كاس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكد مباراه القاهره بين بطل الدوري وبطل كاس السعوديه. بطل الدوري هو النادي الاهلي، لو مش هيشارك هيكون الثاني الاسماعيلي، لو مش هيشارك هيكون المصري، لو مش هيشارك يكون الزمالك. اتحاد الكوره يسكت عشان يتم القفز على الثلاث اصحاب الحقوق الاولانيين، ويتم اعلان ان الزمالك اللي هيلعب الماتش، انت كده مش سيد قرار. اتحاد الكوره يعني حصل ده؟ اتحاد الكوره بعد ما كان اعلن الاسبوع اللي فات ونزل، حصل اعلن يعني، ونزل هذا البيان وقال بطل الدوري المصري هيلعب بطل الكاس السعودي في القاهره، ده المباراه الثانيه. ايه حصل ايه بقى؟ تاني يوم شالوا الخبر من على الموقع، وكانهم اتقال لهم انتوا بتقولوا ايه؟ فشالوا الخبر من على الموقع، بس حظهم السيء انه كان نشر في كل المواقع والجرايد، فبقى الراي العام شاهد على كلمتهم. لسه بقول لك ايه؟ انت دلوقتي هتقعد تدافع عن حق نادي بعينه وتتجاهل حقوق الانديه الاخرى؟ عندك اهلي، اسماعيلي، مصري. اذا اعتذر احدهم التالي هو صاحب الحق. ان ما عملش كده اتحاد الكوره والله نفضها سيره. والله نفضها سيره. يبقى مفيش إرادة. أنا لسه بقول لك عندما تتوفر الإرادة للضبط الأداء ده كده، يبقى الاتحاد المصري ده يبقى اطلع من الموضوع، وتبقى ماتشات ودية بينظمها طرف من الأطراف، ويلعب إن شاء الله 10 زمالك 10 ماتشات ودية مع أندية سعودية. بس ما تكلمنيش إن أنت أبو الأندية ولا إن أنت، لا ما تقولش الكرة في مصر، ما تقولش إنك ليك علاقة بالماتش. ما يبقالوش علاقة بالماتش. لكن لو ليه علاقة بالماتش إحنا نقاضيه، هي مش بالمزاج. يعني انا لو انا استغفر الله العظيم يا رب، يعني انا صاحب الحق، انا اروح الملعب. ايوه انا بطل الدوري المصري، القاعده كده، وانت اعلنت كده، عايز تاخد ده مني؟ الله بمزاجي. انا اعتذر. وانت كاتحاد مصري، واذا ما كنتش انا يبقى الاسماعيلي. بالظبط. وما تقوليش اصل الاسماعيلي بيعاني والمصري مش عارف ايه، ده كلام مش مظبوط، ملهاش علاقه بالقوه طبعا. ما هو الزمالك رايح ونص ساعه في الماتش ما بتقولش ان فيه فوز الا للهلال، لكن استطاع الزمالك ان يتعامل مع المباراه وخد منها اللي هو عايزه وفاز بالبطوله. فما تقوليش بقى طرف قوي طرف ضعيف، انت تسيب الامور طبيعيه وليفوز صاحب التوفيق. وهل اتحاد الكره المصري عنده القدره انه يتدخل في اختيار مين اللي يمثل الكرة السعودية في كبطل للكاس؟ يقدر يقول اتحاد جدة اليومين دول بعافية نلعب النصر او نلعب اهل جدة؟ يقدر؟ مش من حقه، مش من حقه يتدخل في مين يمثل الاتحاد السعودي، زي ما مش من حق الاتحاد المصري انه ينزلها قوي كده ويسلم نفسه. مش من حقه، لانه بيمثل الاتحاد
هو الأعرق بين كل الاتحادات العربية والأفريقية. ونحن نتحدث عن الانضباط. الكرة المصري يا جماعة تأسس في العشرينات من القرن الماضي. أرجوكم اعرفوا قيمة التاريخ، اعرفوا أن ده اتحاد عريق نشأ في جذور طويلة جدا وعنده تراث إداري وعنده قيمة كبيرة جدا في كرة القدم الأفريقية قبل العربية كمان. فما ينفعش يسلم نمره قوي كده. ده اتحاد الكورة، لكن مستشفى الأهلي ده اللغز بقى، واللي الناس مش عارفة تتوقف. هو النادي الأهلي وهو يغيب عنه فريق بالاحتياطي، فريق كامل باحتياطي. هي مستشفى الأهلي لعلاج اليوم الواحد والموسم الكامل، لأنه اللي حاصل مش طبيعي. وأنا هنا بتمنى على اللجنة الطبية في النادي الأهلي إن تطلع بدورها وتعمل ورشة. على فكرة الظواهر اللي بتحصل دايما وأبدا في كل الأماكن، الظاهرة لما تستفحل بهذا الشكل تحتاج رأي علمي. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هنا الأساتذة الأطباء، أطباء أو أساتذة الطب الرياضي والمعنيين بالأحمال البدنية. ليه ما يحصلش يا باشمهندس ورشة عمل في حلقة نقاشية موسعة، كبار أساتذة الطب الرياضي، خبراء متخصصين في الأحمال البدنية، يبحثوا هذه الظاهرة. لأن أنا لما يبقى عندي 12 لعيب مرة واحدة ما تقوليش إن هي صدفة. وبيغيبوا. آه. طب ممكن أنا وأنت كده. آه. بما لدينا من خبرة بسيطة جدا ومسطحة. خبرة إيه في الطب؟ في كل حاجة في الحياة. ما بنعرفش نضرب. ما تسمع بس يا إبراهيم. احنا هنتكلم في الطب وانا هقول له العضله القصيره والعضله الطويله. احنا هنتكلم على حاجات قدامنا. الاصابات ايه سببها؟ اي يا ملعب تدريب. آه. او ملعب المباريات. ايوه. يا حمل زياده. يا تفاوت في الاحمال، مش كل الاجسام بتتحمل للحمل. يا اما سلوك مسؤول عنه اللعيب، اللايف ستايل بتاعه. اللايف ستايل. آه. بتسهر ما بتسهرش، متوتر قوي زاد عن اللزوم، بيبان على ادائك. آه. وبيبان على نومك وبيبان على حياتك. ها. ثم اجهاد ايه بقى؟ مش المباريات بس، اجهاد الترحال والسفر. احنا بنقعد هنا على الكرسي يا استاذ ابراهيم عشان نفك، بناخد لنا 3-4 دقائق نتيجه القعده الطويله، بنفضل نقوم كده ونمشي رجلينا ونعمل عشان نعرف نخرج نمشي. فما بالك بناس عماله الشنطه يعني يا دوبك بتتغسل عشان يخش هدوم نظيفه وتبقى جاهزه ياخدها ويتكل على الله. يا يركب اتوبيس بالساعات، يا يركب طياره بالساعات، يا يعمل ترانزيت بالساعات، وكلها في مناخ مختلف، حر وبرد، وكل ده مؤكد بيستهلك الناحيه الصحيه للاعب والناحيه العضليه. هذه الأسباب مش هتخرج عن كده. ثم يأتي دور العلاج. إذا كان العلاج تشخيصه سليم يبقى براءة الدكتور، لأنه بعد كده التأهيل أول ما شخصنا عرفنا التأهيل هيتعمل إزاي. طيب إذا كان في تضارب في التشخيص يبقى لأ. طب إحنا هنقول الجهاز الطبي، طيب واللعيبة اللي بتسافر ألمانيا بتقعد لها بالست أشهر وبالسنة؟ ها؟ ما دي بتسافر ألمانيا تاخد رعايه. انا عايز اقول لك على حاجه، يعني رامي ربيع لحد النهارده ما رجعش. بيبتدى لكن ما رجعش. مروان محسن عدله جه سنه ويا دوبك بيتعافى، يعني ك ك ك ك كمعدلات بدنيه. يعني المساله، وقبليهم طبعا عمرو جمال، وقبليهم، وبعدين تجد ناس بتعمل الصليبي وتتعالج هنا في مصر وترجع بعد 6 أشهر وتكمل، وبعدين واحد يقول لك ده نجم هايل قوي، يقول لك ده عامل 2 صليبي ما كنتش تسمع عنه حاجه. فلابد ان يكون هناك اهتمام بدراسه هذه الظاهره. واذا طلعت ان كل الاسباب دي بالظبط مش مسؤوله يبقى القدر بقى. لا، دايما الظواهر الكبيره ملهاش سبب واحد. ايوه، ما انا بقول لك انت ممكن تكتشف ان كل اللي انت بتقوله ده موجود، مساهم في الموضوع ده ب 10% وده ب 20%، كل واحد داخل بنسبه. صح. علشان يخلقوا هذا، واحد مشكلته في السهر فعنده اجهاد عضلي، واحد ارضيه الملعب مش مناسبه ليه،
واحد البناء العضلي بتاعه من الاول وهو في الناشئين ما كانش مكتمل، ما يستحملش نفس الجرعه بالظبط، واحد ما بيتحملش الضغوط العصبيه الشديده، ف التوتر يعمل له كده، يعمل له اصابه. امال ايه يعني؟ وارد، بس انا اللي انا عايزه ورشه علميه تبحث هذه الظاهره عشان تفيد النادي، لانه ممكن انت تكتشف انه زي ما انت بتقول ارضيه الملعب فيها مشكله، طب ما نبدا نتعالج معاها، نتعامل معاها، او الاحمال التدريبيه او ضغط المباريات. انت عارف بحمل غير مكتمل. بيخليني ابرق شويه الاحمال حاجه واحده، اه، ان الاهلي معدلات لياقته البدنيه اعلى من كل الفرق اللي بيقابلها. أيوة. يعني حتى المباراه اللي خسرناها امبارح، ها، كان في لجان مسؤول عن بعض المواقف اللي واحد ضد واحد، لكن الاهلي ويضغط لاخر دقيقه وبيضيع جون في اخر ثانيه في المباراه، جون طلعها بطراطيف صوابعه ويعود ويعود يتاخر ثم يعود. الماتش هنجيله، بس خلينا، لا انا مش بتكلم على ماتش، انا مش بحلل، اه، انا بقول ان دي فيها معادلات لياقه بدنيه، يعني لابد من الدراسه، لان قد يكون كل عنصر من العناصر دي مساهم بنسبه. انا هنا لا يجب ان انا اكتفي براي مدرب، لانه المدرب هيبرأ نفسه فيما يخص الاحمال، والاهلي عنده مدرب اجنبي في الاحمال البدنيه، حد مشهود له بالكفاءه من الجهاز اللي قبل كده كمان، فبالتالي لا يجب الاكتفاء بانه الجهاز الطبي ده. الجهاز الطبي يا جماعه، الدكتور ما بيعورش اللعيبه، الدكتور بيعالجهم، الدكتور جاي له اللعيب مصاب، قد تكون هناك مسؤوليه للجهاز الطبي فيما يخص التاهيل وتوقيتات العوده او المده الزمنيه المطلوبه للعلاج، ممكن ده يسال فيه الجهاز الطبي، لكن الاصابه الدكتور ما بيعورش، الدكتور بيعالج، هو جاي له اللعيب مصاب، ايه سبب اصابه اللاعب؟ هو ده السؤال. اتمنى ان لا نكتفي كنادي بدفاع مدرب، مدرب حتما لازم هيدافع عن نفسه، كل المدربين اللي قبل كده دافعوا عن نفسهم فيما يخص توالي الاصابات، لكن انا اتمنى انه يبقى في راي علمي يتعرض للموضوع كله ويقدم حل. احنا بنتكلم على لعيبه محترفه، لعيبه عقودها بالملايين، لعيبه بتكلف النادي الكتير، لعيبه بتحرم النادي لما بتتعور من المشاركه في بطولات مهمه جدا عند الجماهير ومباريات مؤثره جدا، انت داخل في منعطفات كتيره من الناحيه البطوليه، كل ده يخليك لازم تحافظ على قوتك الكامله، عربيتك عطلت فجاه، لازم تعرف العطل ده سببه ايه عشان ما يتكررش، لكن لو هعالج وامشي طب هيتكرر، انا لازم اقف على اسباب الخلل ده ايه. اذا كنت انا موقن ان دي ظاهره، ولو انا مش موقن ان دي ظاهره يبقى في مشكله، لان انا قدام مني كشف فريق الاعداد مجهزه، لا ده كشف الريسبشن بتاع مستشفى، ده كشف لقائمه الطوارئ في مستشفى، لانه بتكلم على يا باشمهندس 12 13 لاعب، شو بقول لك فريق احتياطي؟ اه، احمد فتحي عنده كدمه في العضله الاماميه ليها تاثير على الركبه، محتاج اسبوع، راجعوا خليكم معايا كده، كل واحد اقول لكم قسم الاستقبال بتاع المستشفى محدد كل حاله عندها ايه وعايز وقت قد ايه، الاعداد بتوعنا بقوا دكاتره. فمحمد نجيب عمليه غضروف قطع شوط كبير في التاهيل، لكن لسه قدام منه اسبوعين. علي معلول قطع في وتر العضله الاماميه، محتاج 70 يوم. يا نهار ابيض. اه، شوف بقى القناص اللي بيصاد نجومك. اه، المهمين. قطع في الوتر العضله الاماميه، محتاج 70 يوم، 70 يوم يعني بتتكلم في 10 و11 يعني بره النهائي الافريقي طبعا، وبره مش معاك المهمة، مش معاك في لعيب مهم صلاح محسن اللي ما صدقنا الراجل شم نفسه وبدا يدخل في التيم بشكل كويس، عنده شد من الدرجه الاولى في العضله الاماميه، محتاج اسبوع يعني ان شاء الله يكون جاهز لمباراه وفاق سطيف في الجزائر. ميدو جابر تم الشفاء وجاهز للمرمي على الفريق. باسم علي شد في الضمه ومحتاج اسبوع، اهو الراجل ملعبش من فتره طويله كمان. حسام عاشور التهابات في الحوض، محتاج اسبوع. هذه حاجات
التهابات. دي ما لهاش دعوه بالطب. مؤمن زكريا عنده خلع في الكتف، اتعملت له اشعه امبارح بناء عليها بناء عليها يتم تحديد فتره العلاج والغياب، يعني منتظرين الاشعه بكره يتعرف مؤمن هيغيب قد ايه. خلاص احنا عرفناه، خلع من الكتف ما بتاعت مو صلاح. عمرو السوليه خف ودخل التدريبات مع الفريق. وليد ازارو عنده اجهاد بسيط سافر بيها على منتخب المغرب. رامي ربيعه مصاب من السنه اللي فاتت لو فاكرين، وده اللي من ماتش الزمالك بتاع الدور الثاني. ده اللي انا بقول لكم، مستشفى اليوم الواحد او الموسم الكامل، موسم كامل او اكتر رامي ربيعه بيتعالج. سعد سمير خف ودخل التمرين مع الفريق. مروان محسن شوفي ايضا من اصابه ابعدته فتره طويله وشارك امبارح امام الاتحاد. وليد سليمان عمل جلسه استشفائيه في الجيم على هامش مران اليوم، عنده بعض الاجهاد وان شاء الله بعض ايه ده يكون في عونه. ده وليد سليمان ده يعني شايل الفرقه على كتافه، بسم الله ما شاء الله. صحيح. شريف اكرامي بيعمل تدريبات اضافيه في المران، وشاهدت فقرات خاصه برد الفعل والتصدي للتصويبات من مختلف الزوايا مع الكابتن مصطفى يعني. كمال مدرب الحراس، ويكون جاهز ان شاء الله للماتش اللي جاي. الاهلي عنده المباراه اللي جايه يوم الاربعاء مع الترسانه في كاس مصر. مؤمن زكريا بدا او اكتفى بتدريبات في الجيم لحين الوقوف على نتيجه الاشعه. احمد فتحي بيؤدي جلسه في الجيم ايضا على سبيل التاهيل. صلاح محسن بيواصل برنامجه التاهيلي، ومن اصابته بشد في العضله الاماميه اللي تعرض ليها في مباراه وفاق سطيف. عاشور وسعد ونجيب الاثنين في مراحل متقدمه من التاهيل، نتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يكونوا جهزوا. سعد سمير كان بيعاني من شد في العضله الخلفيه، محمد نجيب كان عنده اثار جراحه غضروف في الركبه خضع ليها مؤخرا، في حين حسام عاشور زي ما قلت لك بيشكو من اجهاد عضلي والتهابات. والحاله دي الجهاز بيعمل تدريبات استشفائيه، علي لطفي وصبر رحيل واحمد حمودي واكرم توفيق واسلام محارب، دول الخمسه اللي ما اصيبوش لكن محتاجين تدريبات استشفائيه خاصه. اكتفى الجهاز ليهم ببعض التدريبات في الجري حول الملعب في مران النهارده. دي مستشفى كاملة. تشاركني الرأي ان دي ظاهرة محتاجة درس علمي؟ ايوه ظاهرة احنا بنتكلم عليها من الموسم الماضي. بس ما كانتش بالكثافة دي. وبالحرج اللي احنا فيه دلوقتي. ايوه. انما موجودة، موجودة. والله يا اخي جوسيه نبه وقال تلاحم المواسم مش حدش هيدفع ثمنه غير الاهلي. يعني. تلاحم المواسم هتشوفوا مع تقدم كل موسم ان هيبتدي اصابات تبقى مكثفه جدا فريق الاهلي. طيب ما هو ده لازم يتقال بشكل علمي، ولازم يعني اللجنه الطبيه تطلع بدورها في انه تبحث المشكله وتقول ده. لا يوم يتحط لنا اعباء اضافيه كمان الموسم ده. لكن بعد كل ده وبعد هذه المستشفى الحمد لله خدت العين وراحت. هي ايه؟ بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. شفنا المستشفى وشفنا كل اللي فيها وشفنا فريق الاعداد تحول الى دكاتره، وكل واحد مقدم تقرير بكشف المصابين وموعد العوده المحتمله. لكن خدت العين وراحت. خدت العين وراحت هي ايه؟ مباراه امبارح للاهلي مع الاتحاد. هزيمه الاهلي 4-3 من الاتحاد السكندري. الخساره الاولى لكارتيرون الفرنسي مع الاهلي منذ توليه المهمه. اول هزيمه للاهلي في الدوري. كل ده قعدت احتار انا والمهندس عدلي، هنقول على الحلوه والمره؟ قال لي لا ما عندناش مر. احنا متوعدين ان الكل مع الاهلي
في كل الظروف والأحوال. لكن مباراة امبارح نقف عندها عشان نشوف ايه اللي حصل. اللي حصل له أسباب باينة. السبب المباشر يتعلق الأمر بالإصابات والغيابات. لكن الأمر محتاج وقفة يا باشمهندس. حتى في ظل الغيابات، حتى في ظل التشكيل اللي كل واحد بعد ما بيحصل مشكلة بيبقى معترض على التشكيل، الأداء بتاع النادي الأهلي أول نص ساعة أهداف سهلة جدا 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 بتضيع، وكور تحف بالعرضة، ها، وتقريبا ولا فرصة على الأهلي. مع استقبال الأهلي للجون الأولاني تغيرت بقى موضوعية المباراة. الأهلي اندفع للهجوم وأصبحت وراء ثغرات، واتكلم بقى على كل حاجة. المباراة دي كربونة بين ماتش الهلال والزمالك. الهلال عمال مسيطر تماما وبيضيع لحد الزمالك ما جاب جون، بدأ التوتر يتصدر، هجمة تانية، الجون الثاني أصبح الأداء أنت بتحاول تعوض بقى. هنا تفرق جدا، فريق بيحافظ على فوز وفريق بيحاول يعوض. في كل الأحوال دي محدش لاحق يتذكر، يعني شوف الفرص اللي بتضيع. ولسه يعني يا ريت واحنا بنتكلم فرصة في منتهى السهولة، لو في شيء من التوفيق جون 100%. اهي اتفضل. هل يعقل هذا الكلام؟ هل يعقل هذا الكلام حمودي؟ حمودي يعني الحقيقة يعني يا حمودي يلا يعني الحقيقة الناس حتى ثقتها فيه جدا الجهاز الفني، محتاجين ترجمة بقى. شوفوا يا جماعة احنا هنستعرض طبعا العناوين زي ما نشرت في الجرايد والمواقع، لكن هتلاحظوا حاجة فرصة هي عمالة بص في العرض ولا ولسه يعني حاجة بيبان في ماتشات كده يا استاذ ابراهيم تقول لا مش هيبقى يومنا. الليلة دي بتقول كده ان اربع هجمات باربع تجوان وانت 10 هجمات ها بثلاث اهداف وكورتين في العارضة وضربة جزاء هنجيلها لم تحتسب، فمش معقولة. ومش معقولة اداء بعض اللعيبة على فكرة. الجون اللي جه فينا تاني جون ها اتفرج عليه كويس عشان تشوف الفاول اللي اتعمل في كولوبالي، الدفعة اللي اتلغت لكولوبالي لما عملها الأزارو يوم الإسماعيلي واحدة لم يحدث حتى تلامس. بص شايف الزقة؟ شايف الزقة؟ حد يقول لي بقى اللي بس النتيجة كلنا رحنا مع الترقيصة، لكن بص الدفعة بتاعت بص الزقة أوقعته. بص هو كولوبالي كان أقرب إلى الكورة، كان حمد رجله أهو. بص يعني أنا عارف إن في حوزة اللاعب يا فيلسوف، لكن كان كولوبالي لو ما اتزقش كان حيمد رجله. لا هو لاعب المهاجم استخدم إيديه. لا هو بيقول لي أنا بقول إن كولوبالي كان أقرب إلى الكورة، قال لي في حوزة اللاعب، عارف ماشي إن في حوزة اللاعب، لكن هو كولوبالي مش كان حيمد رجله؟ حتى لو هو التاني استخدم إيديه. ما أنا فاهم يا إبراهيم. هو ليه ما استخدمش رجله؟ لانه اتدفع. ده انا بدلل على ان كولوبالي ما تمكنش انه يمد رجله ويمنع الكوره. وبص بص الحكم محمد معروف في ظهره. في ظهره طبعا. دايما وابدا كل الاخطاء المؤثره اللي بترتكب الحكم ما فيش حاجه منعها. الدراع مفروضه بكاملها اهو، بكامل أهو. بكامل امتدادها اهو. يلا يا كابتن معروف اهو قول لنا. وعلى فكره مش يعني حتى الراجل كلاعب كوره لو انت ملاحظ الماتش ده ما كانش فيه حكم خامس. كان فيه؟ لا ما شفتوش. ضل طف اللمط بقى كده. كان زمانه بيطلع طف اللمط، خلينا نعمل اللي احنا عايزينه. لا الدفعه واضحه، وللاسف انا ما شفتش. لا الحكم الخامس اهو، خبراء التحكيم الحكم الخامس اهو ظهر. ظهر لكن ما شافش كالعاده. هنيجي لها طبعا. المسا قالت الاتحاد برباعيه بهدل الاهلي، وكان عنوانهم في الصفحه الاولى برضو فاع قوي، المصري فضح الاهلي.
او فضيحه للاتحاد او فضيحه للاهلي يعني برضو ما اعرفش. الاهلي خسر الهزيمه 4 قاسيه 4-3 هزيمه لا يستحقها الاهلي او الناس مش متعوداها على فرقه كبيره زي الاهلي. لكن النظر للمساله انه الاهلي لعب والمصري كسب ماشي. الاهلي كان عند الاتحاد انا معلق مع المصري معلق معاك المصري الاتحاد هو طبعا لازم نبارك للكابتن حلمي طولان تاني مباراه طوالي طبعا يكسبها صحيح. لكن الحقيقه عشان كده الأهرام المسائي ما بتقولش كده. الأهرام المسائي الأهلي تاه أمام طولان، خسر أمام الاتحاد 4-3 على استاد السلام والدكة تخزل كارتيرون. وأخبار الرياضة قالت أول هزيمة للبطل من سيد البلد، الأهلي ضاع بسبب الدفاع. على فكرة أنا عايز أتوقف عن الدكة تخزل كارتيرون. هو مين اللي جاب الجون الثالث؟ مش محمد شريف؟ فين الدكة اللي خزلت كارتيرون؟ خط في المجمل بيقصد إن كل الناس اللي شاركت خط الظهر يبقى اللي جه من على الدكه هاني كان بيلعب صبري رحيل اللي جه من على الدكه في خط الظهر صبري رحيل وعلي لطفي بس ما تتصورش ان علي لطفي مسؤول عن في المجمل في المجمل هي دكه طبعا لانه الاغلبيه باستثناء وليد سليمان واحمد فتحي لغايه لما خرج الباقي كلها عناصر بديله حتى مروان محسن كان بقاله فتره الفرود الاساسي بتاعك ماشي الفرد الاساسي بتاعك وليد ازارو لكن اكرم توفيق بديل واخد بالك محتاج يبذل مجهود اكتر من كده بكتير الحقيقه يعني يا اكرم زعلت انك اتغيرت بس ما تفقدش حماسك لانك دي سر قوتك حماسك والباور بتاعك ده سرك كلاعب كوره يعني. الاخبار المسائي قالت الاهلي المحلي عاد وخسر من الاتحاد الأحمر يدفع ثمن غياب الصف الأول والأخطاء وسيد البلد ينجح بالأربعة. يلا كورة كان عنوانها الاتحاد يكبد الأهلي أول خسارة تحت قيادة كارتيرون في لقاء الأهداف السبعة. موقع في الجول في مباراة بسبعة أهداف الاتحاد السكندري يصعق الأهلي. واليوم السابع الاتحاد السكندري يلحق أول خسارة بالأهلي 4-3 في الدوري. ده ما يتعلق بالمردود الصحفي في تعليق الجرايد والمواقع على هذه المباراة. اللي بقول وعيد وزيد اللعيبة لازم أن تتحمل مسؤوليات أعلى من كده، اللعيبة لازم أن تقدر الفرصة اللي بتاخدها أعلى من كده. في جزء كبير جدا في المباراة مسؤوليات أفراد، في التركيز في الضغط في حتى في التعامل مع الفرص المتاحة. المسألة تحتاج تركيز أحسن من كده وتحتاج من اللعيبة بلغة الكرة تعض على الفرصة اللي جاية لها أحسن من كده عشان مش بعد كده الناس تشتكي أصل الراجل بيلعب فلان ما بيلعبش فلان. لما تجيلك الفرصة اثبت أن أنت تستحق أن أنت تكون موجود أساسي لكن بهذا الشكل المسؤولية في الأول وفي الآخر مسؤولية لعيبة. الجهاز هو الجهاز، الظروف هي الظروف، التحكيم هو التحكيم. في ظروف أدت فرصة للأفراد أنها تلعب وضيعت او غيبت افراد تانيين بحكم الاصابه. الشاطر اللي يستحق يلبس فانيله النادي الاهلي هو اللي يعض على الفرصه اكتر من كده يا باشمهندس. مؤكد. لكن تعالى بقى سيبك من عناوين الصحف. نخش بقى في استوديوهات التحليل. ايوه. ورؤيا خبير دكتور طه اسماعيل في قناه اون سبورت. طيب. الشيخ طه له تعبير الحده البدنيه كانت مش متوفره. يعني اللعيبه في الالتحامات وفي الضغط ما عندهاش الباور والقوه اللي بيخليها بتستخلص الكوره. ودي واضحه انه في اللعب اليف قوي. وده اللي قلناه اللعيبه لازم يكون تركيزها اعلى. تعاملوا مع المباراه بعدم تقدير كامل للمنافس. ليه؟ انا بقول لك اللي حاصل ليه بقى ما يعني طب ليه ها؟ لا انا شايف حصل ولا ما حصلش ده تقصير من اللعيب. اذا انت مش بتلعب الواقع انت بتقول لي ليه. انا بقول لك تعامل بعدم تقدير للمنافس. يس اور نو؟ نو. يعني كان مقدر وعشان كده ما كانش بيشترك بقوه لا يعني وعشان كده كان في مساحات
وعشان كده كان في هو السبب اصلا انت في الاول وفي الاخر بتلعب فريق كبير ومباراه في الدوري يا سيدي، انا ماليش دعوه وعندك فرصه معايا. ما خلينا بس خلينا في اللي شفناه في الملعب. لما الشيخ طه يقول لك ما فيش حده، يعني عدم اهتمام بانك انت لما انا والاستاذ ابراهيم اتعامل معاه باسترخاء واتعامل بجديه هياكلني. طب خلاص، ما هو يجوز في حاجه تانية، القدرات ضعيفه. قدرات ايه؟ عند بعض الافراد قدرات بدنيه ضعيفه. يا استاذ ابراهيم لا، مين ده يعني؟ زي مين؟ لا اديني زي اكتر. حمودي التحاماته ما بتستخلصش. اكرم توفيق حمودي انا قلت لك خليه على جنب، اقل من حسام عاشور بكتير في النواحي الدفاعيه. مين؟ اكرم توفيق اكثر حده من، بس انا بكلمك على الحده، انا بكلم على لفظ الحده. انا بكلمك، انما لو انت، وعشان كده انا بقول لاكرم انت قيمتك في قوتك، قيمتك في قوتك، لكن اللي هتبتدي تحلق وتجري جنب اللعيب هتروح ميزتك. مش ده دورك، واخد بالك؟ لكن انا بتكلم. طب دليل يعني ان انا فكرت في الموضوع ده، هل كان فيه مساحات في وسط الملعب ولا ما كانش فيه؟ كان فيه. يعني كان الاتحاد السكندري بيتناقل الكره بسهوله ولا بصعوبه؟ بسهوله. لما بتجيله بسهولة. لما بتجيله بسهوله. ده معناها ايه؟ ان ما فيش، ما بتضغطش، وما بتضغطش ده معناه انك انت مش. طب لو انت خايف من الاتحاد قوي قوي قوي، ها، زي ما هو خايف منك، كنت هتعمل ايه؟ هتضغط. هو ده تقدير. طب لو العين بصيره واليد قصيره. لا يا لا ما لا لا، اوعى تقول السبب كده يا استاذ ابراهيم، اوعى تقول السبب كده، اوعى تقول السبب كده، لان ما تبقاش انت اللي عمال تنادي ان اكرم ياخد فرص وبعدين تقول الايد بصيره عشان كده انا قلت لا يا استاذ ابراهيم، عشان كده قلت ما يجيش مباراه انه يحتاج يستحق الفرصه. يعني ده مؤمن زكريا؟ لا الله، ما تجيش تقول لي بقى العين بصيره والايد طب ليه مش هو مؤمن زكريا؟ هنا الحته اللي دي، هنا اهتمامي بيك انت كلتني. انا راجل ملاكمة، بلعب ملاكمه. يعني انت شاركت كبديل كمؤمن تحديدا، ما تقعدش والفريق متاخر. اصلك انت عايز تدخلني في دماغ اللاعب. انا بقول لك لم يكن هناك خوف، بلاش عدم تقدير، خوف على المباراه، بدليل انهم نزلوا استحوذوا وضيعوا، حسوا ان الماتش جاي. ما ده حصل مع الهلال، خلي بالك الكرة لغة عالمية، ولما بتفاجأ بالضربة ما بتلحقش تفوق بقى، بتاخدها تترنح. انت ملاكم والملاكم اللي قدامك انت شايف ان انت هتخلص عليه مسألة وقت، فتبتدي ايه تترقص له وتعمله يروح لايشك واحدة في دقنك، الموضوع يقلب بجد وانت بره الجيم خلاص. طيب هو الاهلي ما جابش تلات اجوان؟ ده سكور كتير ولا شوية؟ لا كتير، بس جه في اربعه. يا سلام يا ابراهيم، مش معقول انك حتى مش عايز تفهم وجهه نظري. لا 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 يا استاذ ابراهيم، ما بتدينيش فرصه اكمل. انت خلاص. طب اتفضل. لا انت اجهدت وجهه نظري. اللي هي انا عايز اوصلك لحاجه، فبكل ما اقول جمله تروح قايل لي مش عارف ايه. الاهلي جاب ثلاث اجوان؟ سكور كبير ولا شويه؟ كتير. له كورتين في العارضه؟ ده سوء بخت ولا طبيعي؟ لا لا لا، اخطاء. ضيعنا اربع خمس فرص؟ يعني وصلنا كتير صح ولا لا؟ وضيعت ما هتقول لي واستقبلت، ما انا عارف انا. لا لا، حتى الاهدار ده سلبيه محتاجه تتعالج. انا جاي لك في الاسباب عشان انت عايز تحط الكلام اللي هقوله على لسانك، مش هتعرف انا بفكر ازاي. انت بتفضل. لا انا فادي متظلم منك. طب قول خد راحتك. سيبني ما تعلقش غير في الاخر، ما عجبكش ما تسالنيش برضو، يعني قولها كامله. انا شايف ان انت بدات مستسهل المباراه، ومجريات المباراه بتقول كده، وحاطط كور في العارضه عمال توصل للجون، والناس بتقول امتى جون الاهلي؟ انت تنتظر هدف للاهلي الا ان تفاجئ انك حطيت في نفسك جون. هوبا في نفسك جون، ربنا كرم بتعادل، هوبا جون تاني، جون تاني نتيجه فاول، يعني تحط في نفسك جون وجون فاول المفروض ما يتحسبش، وضربه جزاء لازم تتحسب لكن ملاش مبرر، ها خلاص تخسر، ما هو مش يومك. لكن ما تقوليش ان الفريق لا قلة قدرة، الفريق الذي يستطيع ان يصل الى هذا، كورتين في العرض وثلاث اهداف واربع خمس فرص ضايعين، لا القدرة هنا موجودة.
لكن ايه اللي مش موجود؟ ان انا استسهلت المباراه، فلما خدت الجول في الثاني حسيت ان اليوم مش يومي، بدات العب برعونه وتسرع. ها وليد اكنه كان مستنسخ امبارح، ثلاث اربع لعيبه في بعض، لو كل الفرقه كانت كده كان الشكل الاهلي كان عمل ازاي؟ دي جايه له نتيجه خبره وغيره واهتمام بالمباراه. لكن لما مؤمن زكريا يجي يوقف لي الكره تطلع اوت، ولما يجي يلعب الكره مش عارف تعمل ايه، ولما الكره تطول يوم يعمل لها كده ويقف، ده مش مؤمن زكريا اللي احنا عارفينه. هذا ليس تقديرا للمباراه، بلاش الخصم، تقدير الاهلي للمباراه احد اسباب هزيمته. وجهه نظرك وهي وجهه نظر لا والغيها هنا، انا بدل ما قلتها ناقشها زي ما انت عايز. طيب الاهلي مقدر المباراه، انا ما حسيتش في المتابعه انه مش مقدرها. انا اللي حسيته ان عندك مشكله حقيقيه في الاطراف، واضحه جدا جدا في الحالتين، في الموقف الهجومي للطرف وفي التغطيه العكسيه لما تيجي مصدر الخطوره من الناحيه الثانيه. صبر رحيل كان عنده مشاكل كتيره قوي في المباراه، احمد فتحي بذل مجهود كبير لغايه لما اصيب، فوق منه كان الشغل قليل جدا من حمودي، وانا قلت لك من الاول، ما انت محدد اثنين اهو ما اختلفناش عليهم، في 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 قصور كبير، مفيش خلاف علينا حمودي وصبري، لا ما كانوش موفقين. مؤمن زكريا من فتره ما هوش مؤمن زكريا خالص، بعيد تماما عن مستواه، مش حتى مباراه الاتحاد، في كل المباريات اللي خدها بس امبارح بشكل غريب، وما كانش في المباريات اللي خدها قبل كده. يعني مؤمن قدراته وقيمته اعلى من ان هو يفضل هم اللعيبه يقول لك هو في قناه الاهلي وبتنتقد. لا 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 لا, لا احنا احنا وجهه نظر فنيه، هذه حقائق طبعا، وان كنت انت بتسمع مننا الاشادات اسمع احيانا النقد. بالظبط انت خسرت، لان احنا مش جايين نخدم على حد. بالظبط بالظبط انت خسرت، فلازم نقول ازاي من وجهه نظرنا اللي حصل ده حصل، ومن وجهه نظرنا اللي ممكن تكون صح او غلط ازاي ده ممكن ما يتكررش تاني، وازاي يبقى فيه لمبه بتقيد تكشف عن عيوب او اخطاء او تقصير. انا قلت لكم وجهه نظري التي لها قيمه برضه قيمه بس متواضعه شويه، وجهه نظري انه اللعيبه عندها تقصير، كارتيرون هو نفسه كارتيرون سبحان الله. انما لا انا هنا لازم هتدخل بقى ايه، ما هو التقصير هو ده، هو ده وانا اللي بقوله ايه، بقول ان اللعيبه لم تؤدي المباراه بالدوافع التي تسمح لها بالفوز. عارف انا احترمت الراجل ده جدا بعد الماتش، الراجل ده وهو في المؤتمر الصحفي رفض تماما دفع عن لعيبته طبعا. لا مش دافع عن لعيبته، رفض تماما يستخدم اي مبررات من المبررات اللي لو واحد غيره كان مسك الليسته بتاعت 13 لاعب نفس العدد والاجهاد، وطبعا طبعا انما والتحكيم قال لك قال لك انا عندي ظروف بتعامل معاها. طب استنى، انت جايب لنا في المباراه حاجات تخص لينا ضرب جزاء، ارجو انك تكون جبتها. هنجي لها، نشوف بقى الكابتن عماد متعب في اون سبورت شايف الخساره دي حصلت ليه. طيب عماد ركز على انه محمد شريف كان يستحق ياخد فرصه بدري شويه. طبعا شريف كل مره بينزل بيدي اماره، والتوقيت محتاج طبعا عشان تحكم عليه بشكل اوسع، خاصه في ظل عدم توفيق كان واضح لبعض الناس يعني. لكن انت بتنزله فرق هدفين في توقيت متاخر، هو عمل اللي عليه يعني. واحد من الناس هو محارب، وطبعا كابتن وليد نجم المباراه، ها وكوليبالي احطه من ضمن النجوم رغم الاهداف اللي جت، لكن حتى الكوره ده جون جميل جدا في رؤيه صحيح، يعني هو شاف ان اللعيبه حاجزه الرؤيه عن حارس المرمى حطها في الفاضي بس. هي دي بقى ونفس كوليبالي، شوف القدرات الاسيست اللي عمله كوليبالي ده بتاع الاسماعيلي بالظبط اللي حطه ازاري. دي القدرات الفرديه اللي عند لعيبه تحل مشاكل، لان انا قلت بعض اللعيبه تفتقد القدره دي. الاهتمام يا استاذ ابراهيم صدقني هو اللي بيولد، امسك القلم كده ها واحس انك مالكش مزاج تكتب، هتطلع كلام ماسخ قوي. طب انت بقى عايز تكتب ومركز قوي في معاني عماله تجري، وانت نايم تروح صاحي شاطب على كام سطر ومغيرهم، صح ولا لا؟ صحيح.
طيب، مشاكل كارتيرون كانت كتيرة في إصابات اللاعبين خاصة في الدفاع، لكن الاتحاد هو استحق المكسب. ده رأي الكابتن أيمن يونس في أون سبورت. نشوف. هو استحق طبعا، مش عشان احنا بنتكلم على الاهلي، لان احنا يعني نقدر نتكلم براحتنا قوي على الاهلي، لكن الاتحاد عمل ماتش، استغل الموقف صح، استغل المساحات صح، استغل عدم الحده صح، امتص صدمه البدايه وخطورتها. التوقيت كمان خدمه، والتوقيت خدمه، والتوفيق، التوقيت والتوفيق. ما انت كل مش كل كره بالعرض هتعدي بالمنظر ده، يبقى اللعيب حتى انت لما تشوف الجون الثاني اللي جه، الكره كانت اقرب للمدافع الاهلي، اعتقد كان صبري رحيل اللي جه من وراه خالد قمر حطها. لو هو مش خايف يحط رجله زي ايمن اشرف اللي حطها في نفسه، المفروض ده كان هنا الاراده بقى واحترام الموقف الدفاعي، ده كان المفروض يروح عامل دحلقه ومطلع كره كورنر او زقها، انما هو خاف او في ذهنه انه وانا مالي يابا، يعني استنى لحظه يمكن تعدي، جاي التاني من وراه حطها. انا بقول لك، وهو جزء من عدم التوفيق، خلي بالك انك تحط امالك على لعيب ما يديكش اللي انت عايزه في المباراه دي. مش معنى كده هو لعيبه لانه كان متوازن. هات تاني والنبي لو سمحت، هات من هنا هتبان واضحه قوي. شايف؟ خاف يمد رجله على الكوره، خاف. وبعدين انا مستغرب على هاني برضه، هاني رقص نفسه. لا، هاني لعب على توقع ان افكر انه هيطلع لبره، ما لعبش على الكوره، وضعيه جسمه يترقص على طول. ما هو وضعيه جسمه ليه؟ هو متهيئ ان لبره التاني هيجري على بره اسبقه بخطوه، فغير رايه، لان هو سيسي دريبلر مش موجود النوع بتاعه كتير في الدوري، وخصوصا في النادي الاهلي. فوت ورك عنده كويس، ويمينه زي شماله في الدريبلينج، وبيغير اتجاهات جسمه. هو عمل ماتش استثنائي برضه، مش هو ده يعني، لو هو كده على طول يبقى اهم محترف في الدوري. لكن انا بقول لك ان اللعيبه برضه نوع من قراءه، مش لو انت خايف يعني من الاول مركز عليه، انت مش هتقابله جنبك عمرك. انت لو اي لاعب يا استاذ ابراهيم تديله جنبك يبقى رقصه. صحيح. طيب نشوف راي الكابتن حماده صدقي في النيل للرياضه. طيب كابتن حماده صدقي عنده تحفظات على كارتيرون في بعض المواقف، لكن قال انه دايما وابدا اكبر ميزه في الاهلي تكتيكيا الاستحواذ. اعلى ما بيميز الاهلي هو استحوذ امبارح، انه يستحوذ، بس استحواذ وفي فاعليه، لكن لما بتفقد الكوره انت مش موجود، انت خسرت وخسرت اربعه، بس عندك ميزه كاهلي هي اللي قال عنها الكابتن عبد الظاهر السقا في النيل للرياضه. نشوفه. أنا متفق مع ما يراه كابتن عبد الظاهر السقا في كل كلمة، ولو إني ما برضاش قوي حتة من مصلحة أخسر، لأن هو رب ضارة نافعة، ما فيش عايزة مناقشة. ويمكن إحنا قلنا ليه خدت العين، الأهلي كان محقق نجاحات هائلة جدا في الفترة اللي فاتت على المستوى الإداري والجمعية العمومية والإنصاف الذي جاءه وإن كان متأخرا، ونتائجه في افريقيا، فهي كويس النتيجه في الماتش ده القابل للتعويض. وهو قال كلمه مهمه جدا جدا جدا، ان اللعيبه في الاهلي اعتادت انها مش تطوي الصفحه، لا تواجه الازمه، بس ما تسيبهاش تحكمها، انهم هيقعدوا مع بعض يتكلموا بقى ايه اخطائنا، ايه السبب، ولذلك مش عايزين نناقشه قوي. يعني انا والاستاذ ابراهيم عمالين بنتحايل على بعض ما نبقاش جمهور شويه، ونبقى ناس قاعدة. أنا شايف إن النادي الأهلي كان عنده عيوب، وهو أنا بتفق معاه طبعا، واضحة العيوب جدا، بس التسبيب مختلف بيني وبينه. أنا مسبب إن في نوع من عدم الاهتمام شوية بالماتش، حتى بمجموعة المشاكل التي تواجه النادي الأهلي والدكة اللي هي مش جاهزة. طب أنا أقول لك حاجة يا أستاذ إبراهيم،
ألم تؤثر إصابة الكابتن أحمد فتحي في شكل التغييرات بتاعة النادي الأهلي وتوقيتها؟ طبعا. أنا كنت متوقع مثلا لو كابتن أحمد فتحي موجود وبنفس السيناريو خدنا جون بدري أو طلعنا 2-1، وده ما كانش هيحصل لأن لا كان حمودي هيرجع في الحتة دي يعمل ضربة جزاء، ولا كان كابتن أحمد بيدي جنبه، واخد بالك؟ إنما لما حصلت هو عمل تغيير اضطراري. لما تشوف مين الدكة اللي كانت قاعدة وأنت مستني حد منهم ينزل، كانوا مين؟ كان شريف وياسر وأحمد حمدي، صح؟ نزل اتنين منهم، وكان مؤكد ياسر هياخد فرصة في ظل ان انت محتاج تكثف الهجوم. اذا انت احيانا ظروف الماتش كمان بتخليك ما تعملش قرارات اللي انت في دماغك. شوف احنا يعني انا معاك طبعا في كل ده، بس هي في الاول وفي الاخر يا جماعه هي وجهات نظر. ما هو يعني كارترون طبعا طبعا ده عمل بشري. ده النادي الاهلي لما جه يحط لائحه وجمع كل الفقهاء والخبراء والقانونيين وما عجبش حد، قال في مشروع اللائحه نفسه ده يا جماعة عمل بشري قد يكون فيه أخطاء وقد يكون فيه بعض القصور وقد تثبت التجربة أنه في حاجات تحتاج تضاف وتعدل بعد كده، لأنه في الأول وفي الآخر ده عمل بشري. ما دام احتكمنا إلى أن ده عمل بشري، ما هوش عمل، ما هوش حاجة سماوية لا يأتيها الباطل، فبالتالي قبل للتغيير المدرب لما بيحط تشكيل بيحطه وفقا لسيناريو محتمل، ممكن ينزل يلاقي الدنيا مختلفة عن السيناريو اللي كان متخيله. ولذلك المدرب الناجح قوي اللي السيناريوهات المفترضة والمحتملة في ذهنه بتتحقق منها نسبة كبيرة بناء على قراءته للخصم، بناء على الخبرات العامة، بناء على المعلومات اللي عنده، بناء على حاجة بتاعته هو في الحدس بتاعه في موهبته. إنما إذا ما مشيتش صح بقى غلطان جدا. لا، هي وجهة نظر. يعني كان ممكن أقول لك على حاجة، الخطأ هو ذلك الشيء الذي تستطيع أن تحكم عليه بعد أن يحدث. بالظبط. يعني امبارح كان في مشكلة في قلب نص المدافع، كان ممكن الراجل من وجهة نظرنا برضو اللي هي ليها قيمة، لا اللي هي وجهة نظر حد بيتفرج من بره، هاني الباك رايت المتاخد لمنتخب مصر وقعد فتره رجله في الملعب كتير، مش يومه. طب ما انا كنت ابدا بيه واحمد فتحي يلعب في قلب نص الملعب، استفيد بخبرات احمد غير اكرم توفيق في الجزئيه دي، وعالج جزء موجود في ثغره في نص الملعب، كان وارد. بس انت عرفتها امتى؟ بناء على الحاله اللي كان عليها قلب نص الملعب. بس في فرق بين ان احنا بتتكلم على حاجه محتمله وحاجه لما حصلت بانت. كان ممكن جدا واحد زي الجزار او علاء السردباكين، والاثنين كانوا في دماغه على فكره، والاثنين في حسابات كارترون، كان ممكن جدا واحد منهم كسردباك اساسي يلعب جنب كوليبالي ويلعب ايمن اشرف في المكان الاساسي بتاعه باك شمال تعالج مشكلتين. كان ممكن جدا واحد زي احمد الشيخ بالدوافع اللي عنده ورغبته في اثبات وجوده انه يبقى له وجود على حساب حمودي، خد اكتر من فرصه ومحتاج يركز اكتر ومحتاج يكون عنده حرص على الفرصه احسن من كده. شوف احنا بنعدد اسماء. يدهشك حمودي اللي لسه مخلص ماتش وفخ الصيف بشكل عامل ازاي؟ والناس ابتدت تقول لك اهو كده كابتن حمودي شفنا منك اللي احنا عايزينه. واداؤه بص، هي مساله انت نازل جاهز نفسيا وبدنيا. اذا كنت جاهز نفسيا وبدنيا يبقى ما انتش جاهز من الناحيه الاراديه، او مستسلم الماتش، او مش مستصعبه، او مش خايف منه. احيانا يا استاذ ابراهيم الخوف ده بيبقى مطلوب، الخوف الصحي. بس على فكره كمان يعني في المعايير المعنويه ديت كابتن حماده الصيدي اشار له نقطه فنيا كانت واضحه. وليد سليمان الفترة اللي فاتت دوره مؤثر جدا كصانع لعب لما بيكون لتحت شوية قدام الديفندرين بنسبة كبيرة، فمسيطر على الملعب كله وحد موزع للباص بشكل كويس. وليد في الماتش ده راح في ظهر مروان كتير. ليه؟ عشان عايز يعوض، عايز عنده الرغبة وعنده الحماس. أنا هنا برضو في السيناريوهات المحتملة
احمد حمدي لعيب كره عالي قوي. انا يعني من اللعيبه اللي انا زعلان انه متاخر مع نفسه في فرصته. هو وناصر ماهر دول مشاريع مستقبل كبير، بس شفت بس يخافوا على نفسهم احسن من كده. شفت بقى ان المساله مش مساله قدرات، والله القدرات موجوده بس عايزه يعاد صقلها. القدرات جزء منها فن وجزء منها شخصيه. شخصيه لازم كل واحد فيهم يعض اكتر من كده وما يعتمدش على قدراته. بالظبط. انت هو انت مش صوتك حلو تبقى تغني اي لحن او اي كلام. فانت كنت تقول طب ما انا استفيد من وليد سليمان يلعب طرف ويلعب احمد حمدي وكان احتياطي صانع لعب. بس كل ده، كل التعديلات اللي احنا بنقولها بناء على الصوره اللي ظهرت. اللي ظهرت الصوره اللي كانت عند الخواجه غير كده، فبالتالي كان مستني ادوار غير كده. بالظبط. وكان متوقع ادوار غير كده، وكان في مؤشرات بتقول الادوار هتبقى غير كده. صحيح. يعني مؤكد ان حمودي بماتشه مع وفاق سطيف كان عامل مش ممكن تقعده في ظل نقص عددي، لكن أداؤه في المباراة كان غريب حتى من الناحية الهجومية ومن الناحية الدفاعية. خلاص عشان مش عايزين نتكلم على اللعيبة. لا اللعيبة، أنا حتى هشام يعني محمد، هشام من اللعيبة اللي الواحد عنده ثقة في قدراتها العالية. كان عامل ماتش كويس في وفاق الصيف. من الناس اللي يعني فيه ريحة حسام غالي، فيه ريحة لاعب الوسط المدافع المهاري، قصة ملعب بجد حتى هو ديفندر. إيه؟ نقصه إيه؟ عارف نقصه إيه؟ شهد غل من بتوع حسام. لازم يبقى مغلول. ما انا قلت لك الحده. الحده. أيوة. الحده. الشيخ طه ده جايب جمله يعني من الحاجات اللي هتبقى من ضمن معاييري، الحده، لان بدور عليها. انا وانت داخلين على كوره، انا مسترخي وانت في اصرار تاخد اكثر مني حده. هو ده الكلام. لكن خدت الشر وراحت، خدت الشر وهي عين. وراحت. لكن المشكله معروف من العريش واحيانا من بنها. بعد الفاصل. معروف من العريش واحيانا من بنها يا باشمهندس. انهين فيهم؟ ما في معروف وفي معروف. طيب محمد معروف حكم مباراه امبارح. ايوه خش كده في التحديد. لانه في معروف تاني برضو حسابه جاي، بس معروف من العريش وحكم حتى والبعض بيحسبه على الزمالك والناس بتقعد تعدله انحيازاته للزمالك، ولما تحطهم له كده جنب بعض زي المكعبات تديك الصوره دي فعلا. لكن ما علينا، الراجل من العريش احيانا تبان البساله السينويه في شخصيته وانه مش فارقه معاه حاجه، وانه راجل زي ما انا عرفت بيدرس في الجامعه، يعني حد عنده شخصيه كمان وعنده فهم، ومواقف تانية خالص يعمل من بينها بقى مش شايفها مش عايز يشوفها. اللقطه اللي المهندس عدلي لقطها من شويه وانا الحقيقه ما استوقفتنيش زي ما هو لاحظها، الزقه بتاعت سيسيلي كوليبالي، يعني هو لو عملناها احنا هيلغيه. يعني لو جبتها شوارب فدي معروف كان من بنها، لانه وراها وشايفها، بس هو مش من العريش، هو من بنها. يا ريت نفكر بيها دلوقتي، شوارب هو اللي طلع من بنها. بص اهو، بصوا النبي ارجع تاني واثبت لي وايديه في وش كوليبالي اهي. يعني ما ادالوش فرصه مد رجله خالص. بصوا يعني ايه اللي وقع كوليبالي؟ اطاح به في ارضا. ايه اللي وقع كوليبالي؟ لو اترقص على الثابته هقول لك يقع، اختل توازنه، لكن ده وقع في الاتجاه بتاع الترقيصه، في اتجاه سيسيه، فمش هيقع الا بالاندفاعه ديت بتاعت بايديه الاثنين في صدره. والرجل نهين الثابته اليمين اللي هي كانت هتروح له الكوره. يعني هو لو قطع من الناحيه الثانيه هقول لك لا يجيبوا الارض على طوله ده. لكنه بالشكل ده او شمال. بالشكل ده مفيش الا ايديه في صدره اهي اهي. امشي غور عني، امشي غور من وشي، بايديه الاثنين. ارجع شويه شوارب، يعني هو بيمد رجله اليمين اهو اهو. خلي بالك كده كده الدفع اهي. استنى بقى لحظه واحده بس عشان انا عايز اوصلك تحليل. حركه تشريح هنا. ارجع كادر، ارجع كادر، شوف رجله اليمين بتتهيأ تعمل ايه؟ تشيل الكوره. تشيل الكوره. امشي بقى كادر كادر.
ابتدت رجله تتراجع. ليه؟ الدفع، لان في دفع. عشان انا بقول وبدا يقع على الارض. لو الكادر فتح شويه شوارب هتلاقي الحكم ايه اللي يخلي واحد رجله اليمين، عارف لو هو وقع نتيجه ان هو بيلعب الكوره كان فضل مدد رجله اليمين. اهي اهي كده هتبان اكتر. كده اهي لما هو الدفع اهو. بس قبل دي كمان الدفع، قبل دي كمان اهي الدفع اهي بدي الاثنين مدها بقى على امتدادها. يلا واحده 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 يلا اهي. روح يا عم روح اغرب عن وشي. طيب الحكم بقى لو جبت اللعبه بالصوره الطبيعيه هتلاقي معروف كان ورا بره ال 18 مباشره، يعني الحدث قدام عينيه اهي اهو. ادي بدايه اللعب، ادي معروف السيناوي بره ال 18 قرب قرب الكادر واضح أهو. قدامه بصوا بقى والحكم الخامس فين؟ والله انا نسيت انه في حاجه الحكم الخامس الناحيه الثانيه ماشي اهو وشايفها برضه. محدش مخبي التاني منطوخ بقى مش من بنا كالعاده. الحكم الخامس ده ملوش دعوه بالاهلي. تملي منطوخ اهو. هتلاقي بص يعني معروف الحدث قدام عينيه. اسمع بقى هي دي الدفع قدامه. هي دي الكوره يا استاذ ابراهيم لكن طلع اللي تتعمل بمعلمه. طبعا طبعا وشياكه ويعني على اساس تعدي. لكن لما بيبقى فيه لقطات زي كده تعدي ازاي يعني؟ طب الفار والنبي يقول لنا ايه على دي؟ الفار هيبقى زار. طيب اذا دي اللقطه اللي استوقفت المهندس عدلي وبحييه عليها. حكم محمد معروف كابتن احمد الشناوي مسك له واحده من بتوع بنها قوي بقى، والكابتن احمد شوبير ده انا استغربت ان حتى التلفزيون ما حاولش يعيدها. شوفوا احنا بنعرض اخطاء التحكيم مش عشان نقول ان التحكيم كان سبب الشوط الثاني مش ضربه جزاء. الشوط الثاني الهزيمه والاداء اتكلمنا فيه بما يكفي، ادنا من يستحق الادانه وطالبنا كل واحد يقوم بواجبه شويه لصالح الفرقه. لكن خطأ حكم بهذا الوضوح نسمع عنه الكابتن أحمد الشناوي. يعني طبعا دي ضربة جزاء واحتسبت في موقف زيها ضد النادي الأهلي. كان محمد فاروق وكرة اتلعبت وراح شاف زقة لمحمد سمير في أول مباراة له مع النادي الأهلي مع كان إنبي. شافه يعني في كورنر مرفوع وهو بيستخدم ايده وحسب على النادي الاهلي في الدقيقه كام؟ كانت 42 في الشوط الثاني او حاجه زي كده. ده الماتش ده برضو خلص 4-3 للاهلي بشكل كان بس بقى معكوس للاهلي. كان بشكل بينج بونج يجيب جون ونجيب جون في اخر ربع ساعه يمكن شهدت 4 اهداف. فالتحكيم معاييره لما تختلف في المباراه الواحده انت حاسب ضرب جزاء على النادي الاهلي. ادي الاهلي حقه بقى، يعني انت بتحسب ضربات جزاء. انا هنا في الكوره دي زقت وليد سليمان اللي الكاميرا بتاعت اون سبورت زي ما كابتن شوبير قالها اقدر التمس بعض العذر للحكم ان كاميرا الحكم ما جابتهاش. لا انه الحكم راجع بظهره. الوضع الطبيعي المعتاد الجون الكرة في ايده ويرجع بظهره ليه؟ هيلعب بايده ورجل. انا عايز اعرف يرجع بظهره ليه؟ الوضع الطبيعي احسن يشوف حاجة. الوضع الطبيعي هي اللقطة للأسف ما بتبينش الحكم كان راجع بوشه ولا بظهره، بس الوضع الطبيعي لما هيرجع بظهره عشان الكرة هتتلعب، ده الوضع الطبيعي. بس هنا في حاجة اسمها حكم خامس حطوه اللقطة قدام منه. لما تتعادى شوارب اللقطة لازم يكون الحكم الخامس في ظهرها على طول وشايف الحدث قدام عينه وشايف انه حصل اعتداء صريح. تعرف الدوري ده اسمه ايه؟ وشايف انه الكوره في ايد الجون يعني امبلي، مش الكوره مش بره اللعب، الكوره في اللعب وهي في ايدين حارس المرمى، الكوره في اللعب، فبالتالي اي خطا يحدث يعاقب عليه. هو مش بيحصل ان اللعب يبقى هنا
والحكم اللاينز مان يندى الحكم يقول له اتنين ضربوا بعض بتصل الى الطرد. طبعا حدث ما شافوش ابدا، رغم انه باي حكم هذا دوري الحكم الخامس ممكن يطرده قبل الماتش ما يبدا. استاذ ابراهيم لازم يسموا الدوري ده انه دوري الحكم الخامس. الحكم الخامس حتى الان يتحكم في ترتيب الجدول. بالظبط، حتى الان يتحكم في ترتيب الجدول. هو في اللقطه الاولانيه بتاعه دفع كوليبالي كان هو واقف فين؟ شمال حارس المرمى، يعني في الجزء ده من الملعب شايفه. طيب اذا كان ده تمركزه انه شمال حارس المرمى، طب ما كده وقعت وليد سليمان قدام منه عدل. ما هو شايفها، مين قال انه مش شايفها؟ الحكم الخامس واقف فين؟ في شمال حارس المرمى. ايوه طيب لما هتيجي كوره وليد سليمان قدام عينيه بقى؟ يعني في المنطقه اللي هو واقف فيها بشكل مباشر. يا استاذ ابراهيم مش عايز ومش هيحسب ومش هديك حقك. هو يلغي لك جون. كم قرار؟ ولا واحد، كل القرارات السلبيه ضدك. طيب اذا هو معروف، محمد معروف سيناوي وجريء بس على فكره ضربه الجزاء دي مش اللي اقصدها انا دي. في الشوط الثاني في اخر ربع ساعه كابتن وليد دخل ورقص وتم عرقلته. لو متوفر، لان احنا ما عندناش المباراه، لو متوفره يا ريت نجيبها يا جماعه. الحكم حسب ضربه جزاء للاتحاد السكندري وهي ضربه جزاء صحيحه. ما نقدرش نخالفه. لا ده فيها اصرار. ده كده يعني حمودي تهور مرتين. يعني اهو زقه بايده وبعد كده قام مشنكله برجله. يعني دي يلام حمودي في الفعل ده. ده نص براوليه. بتاعت ازارو كانت براوليه يعني. لا يعني بص، ايده الشمال بيحاول يعيقه ما تفهمش ليه، وبعد كده شنكله. فهنا ما تقدرش تقول لا الحكم فدي من سينا في اللي فاتت كان من بنها. هو بيغير بطاقته كده كتير في الماتش. نفس الحكم الكابتن محمد معروف في ضربة جزاء غير محتسبة للزمالك قدام إنبي. هنا بقى لإنبي أمام الزمالك. هنا بقى المعايير اللي بتختل. بس الحقيقة هو الراجل، المعايير ممكن تكون متغيرة، بس هو جزء منها من سينا أو من العريش والجزء الثاني من بنها. هوريكوا إزاي كان محمد معروف في مباراة الزمالك وإنبي من بنها. طبعا الكابتن الشناوي راجل مهذب وعايز يحافظ على التحكيم. هو ما شافهاش، اصل بينه وبينها 10 15 متر. ده ما فيش بينه وبينها لعيب، يعني ايه ودي ايه اللي يحول دون رؤيه حدث على بعد 10 متر؟ اصل ما كانش عنده القراءه الفنيه المتوقعه، يعني مش فاهمها برضه كجمله. يعني ايه؟ قال لي كل اللي عايزه في الجمله دي. ما كانش عنده القراءه الفنيه اللازمه. المتوقع او اللازمه. بس هي كده. ده انت كابتن شناوي كنت بتقول ساعات الحكم بيحكم باحساسه. ايوه فما بالك ده شايفها. هو في حد لعيب في المنطقه غيرهم؟ ايه 10 متر و15 متر؟ احيانا والحكم اللي ما شافش على بعد 12 متر ده ولا 15 متر بيحكم ليه؟ لا احيانا يقول لك ايه، اصل تمركزه خاطئ. على فكره قلت له تمركزه خاطئ. طب هو ده جزء من استاذ ابراهيم دوره كحكم. والرجل محطوطه قدامه ايوه صح يا سيدي. لا والله لم تتوفر الاراده، بس غير البطاقه. وعلى فكره في الماتش ده هو كان ما يعريش لانه احتسب ضربه جزاء صحيحه للزمالك. تشوفها؟ ما عندك؟ ما دام يعني ما احنا الراجل بيغير البطاقه في الماتش كتير. نشوف الكابتن محمد معروف لما احتسب ضربه جزاء صحيحه للزمالك قدام انبي عشان كل واحد ياخد حقه او كل بطاقه تظهر بشكل كويس. هنا لم يتردد، لم يتوانى، لم يفكر، لم ينتظر، وصفر بسرعه لانه الراجل. طب يا ترى كان بينه وبين الواقعة كم متر؟ ولا حاجه، نفس المكان. نفس المكان، ما فيش حاجه اسمها 10 متر في ظل عدم وجود احد. ده انت تبقى في دايره السنتر ممكن تحسب ضربه جزاء على عشان كده يا جماعه اللي قلناه ده على فكره نفس الشخص، وهي دي المشكلة. نفس الشخص
لما الميزان يختل تبص تلاقيه سريع جريء، لما بيحتسب ضربه جزاء ضد النادي الاهلي كانت ضربه جزاء ضد النادي الاهلي سريعه، ضربه جزاء لصالح الزمالك كانت ضربه جزاء صحيح، بس هنا انبي له ضربه واضحه جدا، وهنا الاهلي له كمان ضربه واضحه جدا، ونفس الحكم في نفس الواقع ما بنتكلمش على طرد لا بنتكلم على ضربات جزاء مؤثره، يعني الفرصه الاعلى لتسجيل هدف. طب اذا كانت ديت اخطاء تقديريه ويتقال فيها ما يتقال، حتى بعد ما حطيت خامس وسادس وسابع وطقم تحكيم كتير في الملعب، لكن في النهايه الحكم سيد الملعب. كل ده هنعتبره اخطاء تقديريه، لكن الساعه الوقت القانوني للمباراه، كابتن احمد الشناوي امبارح بيلوم على الحكم محمد معروف ازاي لعب حسب 6 دقايق وما لعبش غير 2 دقيقة. نشوف راي الكابتن الشناوي. باستثناء ضربتي جزاء لم يحتسب للاهلي وهدف احتسب من فاول واضح ضد لاعب الاتحاد، محمد معروف عمل مباراه جيده. استاذ ابراهيم، معروف من العريش غير الوقت بدل الضايع برضو اللي لعب منه 2 دقيقة وهو 6 دقايق، بخلاف الاخطاء دي عمل مباراه جيده. هي تبقى ايه المباراه بعد كده؟ لا طيب، معروف من العريش، واحيانا كتير شفنا ازاي بيكون من بنها، والتاني ما تعمل معروف يا اخي، ما تعمل معروف يا اخي بقى، يعني من معروف لمعروف يا قلبي لا تحزن. معروفنا التاني هو الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود معروف. استاذ محمود معروف واحد من النقاد الرياضيين الكبار المشاهير، له تاثير وله وجوده حتى وان كان الرجل يعني ربنا يديله الصحه وطوله العمر، لكن لما يتعلق الأمر بالنادي الأهلي أتمنى من كل الناس، حتى مش للنادي الأهلي والله، لكل الأندية ما يتعلق بتصدير المعلومات الخاطئة اللي تكون انطباعات سلبية عند جمهور بناء على تضليل، تضليل واضح. أجي أقول ده علشان ما اعرفش مين فين سنه كذا حصل كذا، وانا من الناحيه حتى الصحفيه لا احترم كل من يستشهد بميت. طبعا بص، اسهل حاجه اجي اقول المرحوم الله يرحمه قال لي كذا كذا كذا، وكان قاعد معانا المرحوم فلان، ولما قلت لفلان الله يرحمه قال لي كذا، احكي حدوته اطرافها الاساسيين في الدار الاخره مش موجودين معانا عشان ياكدوا او ينفوا او يصححوا. ما هو انت عشان كده لما بنقول انت رايك ده لانك انت اصلك صنايعي معلم، لا فبتقف قدام الحاجات دي اللي اصبحت العرف السائد بالظبط في الاستشهاد. انا فيما اقرا او اسمع لا احترم كل من يستشهد الا بميت، الا لما يكون في وثيقه موجود وثيقه. اجي اقول كابتن صالح سليم سألته في حوار فقال كذا، فيبقى أقول لهم يا جماعة الحوار موجود ونشر، يعني بالزبط. يعني في دليل حي موجود، لكن عمال على بطال نحكي على أموات وقصص وسيناريوهات ما سمعهاش حد غيركم، ما حدش سمعها غيركم، وتبص تلاقوا الهدف منها إيه بقى؟ التضليل والإساءة للنادي الأهلي والتقليل من قيمة بطولات النادي الأهلي وممارسة الكذب، ممارسة الكذب بشكل فج قوي. الأستاذ محمود معروف لقناة الحدث اليوم تحدث عن بطولة الأهلي فاز بيها، كأس الكؤوس الأفريقية سنة 84، وكان المنافس معاه نادي المقاولين العرب. نسمع الأول الأستاذ محمود معروف. لا حول ولا قوة إلا بالله، بيتهكم على ان المقاولين لعب هو الاهلي لعبوا الماتشين في القاهره، اكن المقاولين ده من الاسماعيليه. شوف المنطق يعني، يعني شوف المنطق المعكوس العجيب الغريب، قال هو يلعب عشان المهندس
اسماعيل عثمان وله علاقه بالمهندس صلاح حسب الله، يبقى الاحسن يلعبه في الاسماعيليه. يعني ياخد الاستثناء اللي لو اتعمل يبقى شاذ، ويتهكم على القاعده السليمه. ناديين من القاهره لعبوا في القاهره، كل واحد على ملعبه. لكن كمان ان يصل العبث والضحك ان الاتحاد الافريقي او الاتحاد المصري او الاتحاد الهندي مش محدد دي مباراه مين ودي مباراه مين. يعني ازاي انت بتقول الكلام ده؟ زي يعني الاطراف ماتت بس العقل لم يمت، العقل بتاع الناس كلها. وفي اطراف يعني انت بتستشهد بمين؟ انا مش عارف مين هيثبت وجوه. طيب يعني اللي استغربت له انا ان الاستاذ محمود معروف بيحلف بالله العظيم وكررها 3-4 مرات. يعني هم معروف يعني هم بس الاول استاذ ابراهيم قالوا لهم العبوا الماتشين وبعدين هنقول لكم الماتش الاولاني بتاع مين والثاني بتاع مين. قال لك لما ولا الاثنين اتلعبوا في وقت واحد معانا الشفافيه. خد انت خد الحته السميه. يمكن قالوا يعني لعبوه في وقت واحد للشفافيه ولا ايه يعني. طيب المهندس صلاح حسب الله عليه رحمه الله، استاذ محمود معروف بيحلف بالله العظيم انه المقاولين والاهلي لعبوا الماتشين واستنوا يحددوا ده ماتش مين. يعني وكانه احنا بنلعب في الجرن. الكلام ده ما بيحصلش يعني في الجرن، في شباب في قريه بيلعبوا مع بعض يعملوا ملك وكتابه. ده ما بيحصلش في بطوله افريقيا ومع نادي كبير زي المقاولين ونادي كبير زي النادي الاهلي ومؤسسه زي الاتحاد الافريقي. الا لان انت عايز تجامل الاهلي فسبتهم يلعبوا ونقيت للاهلي الماتش بتاع 0-0. معلش يا صلاح بيه هنعتبر ده بتاع الاهلي بس انت عارف الاهلي يعني ويقول لك ايه بقى؟ محتاج والله بطول. العظيم اصل الاهلي محتاج بطول. قال لي جات لي تعليمات. تعليمات علشان الشباب اللي اتولد بعد 84. طب ممكن اسالك سؤال؟ ما اتفرجش على الماتش. من كان الرجل صاحب اقوى نفوذ في مصر وقتها؟ عثمان احمد عثمان. هتجيله تعليمات من مين؟ من عثمان بيه؟ عموما زي ما قلت لكم، لانه منهجيا انا لا احترم كل من يستند الى الاموات، لا احترم رايه طبعا الى ان يقيم الدليل المادي اللي موجود. عشان كده لما يتقال ان ده المقاولين، كابتن المقاولين في هذه المباراه واحد من نجومه، وبالمناسبه هو اللي صنع الجول لناصر محمد علي الله يرحمه، الله يرحم الكابتن ناصر اللي صنع الجول اللي تعادل بيه المقاولين، وكان يحمل شاره كابتن المقاولين، يعني كان على درايه كامله بظروف المباراه وقصتها، الكابتن سعيد الشيشيني. كابتن سعيد اهلا بيك. كابتن سعيد. كابتن سعيد. ايوه يا ريس معاك. ازيك يا كابتن؟ ربنا يخليك. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا وسهلا. سلم يا ريس علي يا ريس. الله يكرمك. كابتن سعيد، انت كنت كابتن المقاولين في نهائي افريقيا في مباراه 84. ايوه. تمام كده؟ تمام يا ريس. الماتشين، اولا لعبتوا الماتش الاولاني وانتوا عارفين انه مباراه الاهلي ولا ما كنتوش عارفين؟ يا ريس هم قالوا لنا، خلينا اكلمك بصراحه. احكي القصه الكامله بقى. انا هقول لك يا ريس بصراحه. فضل. احنا اساسا كنا هنلعب ماتش عندنا في القاهره اللي هو بتاع الاهلي، وقلنا عايزين نلعب الماتش الثاني في الاسماعيليه او في بورسعيد. تمام. اتحاد الكوره رفض. قال لك لا، المباراه الاولى دي بتاعت الاهلي، المباراة الثانية بتاعة المقاولين. تمام. المباراة الأولى طلعنا 0-0 والمباراة الثانية طلعنا 1-1. ده الاتحاد الأفريقي تقصد؟ طلعنا 1-1 المباراة الثانية، اللي هو ناصر محمد علي جاب الجون والخطيب جاب الجون الأولاني اللي هو عملها له بالعرض محمد عادل. بالظبط. وأنا الجون بتاعي رفعته طويلة لناصر محمد علي، طلع عليه الله يرحمه لا ده مش لا ده كان إكرامي. وعملها من فوق كراب وطلعنا 1-1. طيب بس انا لما يا ريس اتفضل. معلش انا عايز اقول حاجه برضو للتاريخ. ايوه. احنا لما لعبنا افريقيا ما كناش خدنا بطوله دوري مصر او كاس مصر. ايوه. كان الاهلي خد بطوله الدوري وبطوله الكاس. ايوه. فهو الاهلي دخل بطوله الدوري وساب لنا بطوله الكاس. أيوة. انا اللي بعديها الاهلي دخل معانا في بطوله الكاس. ايوه. قابلنا. يعني أيوة. هو زي ما دخلنا في افريقيا
طلعنا برضو من افريقيا الاهلي. الاهلي هو اللي دخلك هو اللي خرجك. ده عكس برضو اللي قاله ان الاهلي ما دخلش كبطل. هو الراجل قال لك الاستاذ محمود معروف الاهلي ما دخلش كبطل بس جابوه كده. لا يا ريس كان لا احنا وصلنا نهائي كان الاهلي بطل الدوري والكاس وبيفاضل يختار يلعب في انهي. صح كده فاضل واختار. طيب دوري وبعدين ساب لنا احنا بطولة الكاس، فاحنا دخلنا بطولة الكاس بدون ما ناخد الكاس. كان رئيس المقاولين وقتها صلاح بيه حسب الله الله يرحمه. ايوه صح كده. انتوا لعبتوا وانتوا عارفين ان المباراة يعني الأولى بتاعت الأهلي؟ ايوه يا ريس امال ايه؟ المباراة الأولى الكلام ده يعني ما عملوش النقاوة بعد الماتشين، قال لك خد يا ريس هينفع. هو عايش عالم افتراضي اللي قال الكلام ده عايش عالم افتراضي. كابتن سعيد انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك اولا على تواجدك وحرصك على انك تكون موجود معانا وانت كنت لعيب عقر وحاجه بسم الله ما شاء الله يعني اللي ما شافكش فاتوا كتير. ثانيا نشكرك على صراحتك وحرصك انك تقول الحقيقه وده مش 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 يعني مش غريبه على كباتن بحجم الكابتن سعيد الشيشيني. شكرا جزيلا. شكرا كابتن سعيد. طيب في دليل في دليل اكبر من كده؟ ده الراجل كابتن ما تنفعش انت بتقول في الجورن لا هيقولوا طب ما نلعب الماتش ده بتاع مين في قبل ما نلعبه يعني يا جماعه والله الكلام كان هدفه لانه هو كان في برنامج يخص نادي الزمالك فالهدف ازاي اشوه بطولات الاهلي شماعه من ضمن الشماعات ما دي الخطه اللي جايه خلي بالك مش اللي جايه اللي فاتت الخطه اللي فاتت والخطه اللي جايه بالظبط عمال تزكي الناس او عمال تغذي الناس اكاذيب نادي القرن نادي ما اعرفش ايه الحكومه الحكام دلوقتي هتعبس بالتاريخ الى هذه الدرجه يعني الاستاذ محمود معروف عليه يصوم يجي شهر على الفيديو ده الحلفانات ده حلف ثلاث اربع مرات وكل مره والله العظيم ثلاثه والله العظيم ثلاثه طب طلع الكابتن سعيد الشيلي طلعنا ضحك ده طلعنا ان احنا اللي اشتركنا ما كانش من حقنا وانت واخد دوري وكاس يعني بص يا جماعه رأفة ورحمة بالاجيال الجديده ارجوكم انتوا بتصيغوا عقليات واذهان ثانيه خالص بتزكوها بمعلومات غلط وبتغذوها بسموم كتيره جدا عشان تكون انطباعات سلبيه جدا ادوا الناس حقها اشكر المقاولين زي ما الكابتن سعيد الشيشيني قال لك لا الفضل كان للاهلي ان هو اللي دخلنا وهو اللي خرجنا. طيب اذا كان الكابتن سعيد الشيشيني ضحك قوي على حكايه انه الاهلي نقلوا الماتش اللي حصل فيه تعادل 0-0 علشان يستفيد من قاعده الجون بجونين في الماتش العوده فادوا للمقاولين الماتش الثاني. طب الاستاذ محمود معروف راجل صحفي وصحفي كبير ما قراش الجرايد؟ ما قراش الاهرام وقتها؟ الاهرام اللي طالعه يوم المباراه ما مفكر بيها؟ الاهرام يوم 12 اكتوبر 84 يوم المباراه اليوم الاهلي يواجه المقاولين لاول مره في لاول مره في بطولات كاس انديه افريقيا ومواجهه خططيه بين دور ريفي مدرب الاهلي ومايكل ايفرت مدرب المقاولون. نتيجة مباراة اليوم تحدد بنسبة كبيرة الفريق الذي يصل للدور النهائي للبطولة. والنص فيه على ملعب المباراة يا شوارب. أهو. وده كلام من الأستاذ إسماعيل البقري عليه رحمة الله. هو اللي كاتب ده الراجل توفى فالدليل المادي اللي موجود جرنان الاهرام يوم 12 اكتوبر 84 والاستاذ اسماعيل الله يرحمه كان راجل زملكاوي. بيقول ويجب ان يوضع في الاعتبار ان هدف المقاولون في مرمى الاهلي اليوم هو بمثابه هدفين. حسب لائحه الاتحاد الافريقي فالمباراه مباراه الاهلي. ونفس الحال في لقاء العوده. حيث يصبح هدف الاهلي في مرمى المقاولين بهدفين. لأن المباراة يومها مباراة المقاولين. إذا المقاولين في مباراة العودة والأهلي في مباراة الذهاب. عايزين إيه تاني؟ عايزين دليل إيه تاني؟ دليل ما يعني عقلي ونقلي على رأي الفقهاء. آدي بقى يوم المباراة، يوم مباراة العودة. في السطر الثالث أهو، الأهلي يكفيه التعادل 1-1
والمقاولون ليس امامه الا الفوز او ضربات الجزاء. قبل المباراه ده قبل مباراه العوده، لانه المباراه الاولى انتهت 0-0 وكان ملعب الاهلي، فالاهلي بره ارضه يكفيه التعادل 1-1. يعني ما تحطوش الاثنين قدام النادي الاهلي وقالوا له نقي اللي يناسبك ايه. الكلام ده اتكتب في جورنال، وانا بتكلم على زميل صحفي كبير، انا بس بتكلم مع كل التقدير والاحترام للاستاذ إيه؟ محمود معروف. انت فاتتك حاجه هي بقى. الفكره كلها تسمح الامانه في صياغه الراي العام واذهان الشباب. فاتتك حاجه تستشهد بيها. اه كنت عايز اعرف كلامه هو ليله المباراه. يعني انت لو رحت للجمهوريه هتلاقي له تعليق. اه احتمال تلاقيه بيقول للمقاولين تكير مثلا، خدوا بالكم احسن لو الجون بجولين، لو الاهلي يجيب جون بجول. يعني لو جبتها لي الماتش بص بقى فريق الاعداد يدور لنا الاستاذ محمود معروف قال ايه على المباراه دي وقتها. ده تكليف ذكي قبلها وبعدها. طيب ده الكلام اللي احنا هدفنا منه، خدوا بالكم وانتوا بتغذوا الاجيال الجديده. 84 ده انت بتتكلم على 34 سنه، يعني الشباب اللي عنده في الثلاثينات الكلام ده يخيل عليه لانه ما عاصرش وما شافش وما اتفرجش. لا ما بس حتى اللي بيضحك وقال لك هو ده يحصل يعني، واللي هيعمل العقل مين اثنين هيلعبوا ماتشات مش عارفين هم بيلعبوا ايه وفيها قاعده الهدف بهدفين. ايه بقى حكايه اصل جات له تعليمات من مين؟ من مين يعني؟ جات له تعليمات سيب الاهلي نقي يحصل ده يعني؟ يعني العبث بالعقول يصل الى هذا الحد؟ الرغبة في تضليل الرأي العام إلى هذا الحد؟ الرغبة في تشويه بطولات الأهلي والضحك على الدقون يوصل لهذا الحد؟ الكارثة احنا عايشين في زمن مفيش فيه معيار، تزوير التاريخ أصبح هدف في كل الاتجاهات. ما هو اليهود بيقولوا لك الهرم بتاعنا. واشتغل على الليلة دي قوي. وبعدين مغلب قال كائنات فضائيه هي اللي بنت الهرم، بس المهم مش المصريين مش انتوا. طيب الاستاذ محمود معروف في نفس الحلقه تقريبا وهو بيتكلم على الزميل العزيز الاستاذ خالد توحيد، هو بيتكلم بمناسبه لجنه ضبط المعايير او مراقبه اداء الاعلام الرياضي. نشوف الاستاذ محمود معروف في نفس اللقاء قال ايه، لان هي واضح انها وصل التضليل كلها على بعضها. نشوف الاول. اولا اللي قاله الراجل الضيف اللي كان موجود ده انا ما اعرفهوش، لكن اللي قاله حتى بذكر اسم رئيس نادي الزمالك قبل قرار حظر اسمه ده كان قبل الحظر، دي من النقطه دي. لكن ما يتعلق باللي الاستاذ محمود قاله وحلف عليه يمين وانه يعرف اي حاجه على سطح الكره الارضيه، انما ما يعرفش تشكيلات اللجان. والراجل مسك ازاي خالد توحيد الاهلاوي يمسك قناه الاهلي وهو عضو لجنه، حتى الراجل اللي معاه التاني ده قال لك الضبط الاعلامي ولا يعني هو برضه مش عارف يقولها، بس مش مشكله، لجنه ضبط الاداء الاعلامي. كل القصه الاستاذ محمود معروف مندهش، وبعد كده حب يقول لك ما انا مش مستغرب، ما هم بيعملوا كل حاجه، ازاي رئيس قناه الاهلي هو اللي بيمسك لجنه ضبط الاداء الاعلامي، وازاي ودول وده تعارض وده ما يصحش وما يحصلش. على فكره الاستاذ محمود معروف معاه الحق 100% 100%، ما يصحش ابدا رئيس قناه الاهلي يكون عضو لجنه ضبط الاداء الاعلامي والعكس ما يصحش. بس كمان ما يصحش الاستاذ محمود معروف وهو صحفي كبير قوي ما يبقاش متابع، ما يصحش استوديو قاعد والناس بتتكلم، الناس دي ملهاش علاقه بالصحافه ولا بالاعلام، فانا ما بلومهمش، بس انا بتكلم على الاستاذ محمود لانه استاذنا. هي عاده مظلوميه يعني استاذنا، فبالتالي انا يعني اربأ بيه انه ابسط الاخبار اللي بتتعلق بالمهنه الراجل ما يبقاش متابعها، فيمشي ورا الناس ديت ياخدوه في ايده لحته تانية خالص، فيحلف يمين ويقول كلام في التضارب اللي لا يصح. هو معاه حق، لكن لما يقول لك في 6/6/2018 يا استاذ محمود الاستاذ خالد توحيد قدم استقالته من لجنه ضبط الاداء الاعلامي اللي بيراسها الخال الكبير الاستاذ فهمي عمر
اول ما صدر قرار تعيينه رئيسا لقناه الاهلي. يعني الحدوته اللي انت شاغل نفسك بيها دي فركش، ده فيك قوي، ده انتوا في الضياع. ده الاستقاله اللي محطوطه على الشاشه دي 6/6/2018 نشرت في كل المواقع والجرايد، بس واضح انه صحفي كبير ما عادش بيقرا لا جورنان ولا موقع، والناس اللي قاعده معاها ديت اللي نطت من عصور عشان تشتغل في المهنه دي ما بيقروش، مش مشكله، هم مش مطلوب منهم يقروا. لكن قال لك لجنه ضبط الضبط، ماشي، كل ده والله ما بلومهم، يعني ناس في ظرف ما قعدوا، ما عنديش مشكله. لكن الاستاذ محمود معروف ده استاذنا، ما يبقاش متابع خبر مهم في مهنته اعلن من 4 شهور فاتوا وقال فيها وافقت لجنه ضبط الاداء الاعلامي الرياضي التابعه للمجلس الاعلى للاعلام على طلب الاستقاله الذي تقدم به الناقد الرياضي خالد توحيد بعد تعيينه رئيسا لقناه الاهلي. يعني حتى استقاله كان واضح فيها السبب. فيما صرح فهمي عمر رئيس اللجنه في بيان صحفي له اليوم الاربعاء بان الناقد الرياضي خالد توحيد قد تقدم بهذه الاستقاله درءا لشبه تعارض المصالح والتزاما بالمبادئ التي تعمل بها اللجنه في ضبط وتطوير اداء الاعلام الرياضي. يعني الكلام بمنتهى الوضوح كان على فكره خالد توحيد، ما حدش غير الاهلي بيعمل كده. ايوه، والناس اللي بتشتغل في الاهلي بيعملوا كده، حدش لان ما حدش بيستشعر حرج، ما حدش بيستشعر الحرج. الناس بتبقى متمتعه بمنصب واثنين وثلاثه، هو الرقيب وهو المنفذ وخلصنا على كده. لكن لا، ده ما يحصلش هنا في الاهلي. لا الاهلي كان حيوافق ولا الاستاذ خالد توحيد كان حيوافق، دي احد شروط انه يبقى رئيس قناه الاهلي من الجانبين. ايوه، ان انا خلاص ماليش اي علاقه لا بلجنه مسابقات ولا في اتحاد الكوره ولا في خلاص اعلام في هنا يبقى اعلام هنا. ف يعني الحقيقه مش جانب التوفيق، صدفه والتوفيق ان هو يثير هذه الامور عشان الناس تعرف الامور على حقيقتها بقى، ها، وتعرف الناس على نواياها. بصوا، يعني بالمناسبه الاستاذ خالد توحيد لما استقال تم تعيين الاستاذ محمد سيف الناقد الرياضي الكبير مكانه في نفس اللجنه، واللجنه ليها دور مهم جدا وعليها مهام كبيره في الهم الكبير قوي. الرئيس بتاعها اهلاوي، ده الرئيس بتاعها الاستاذ فهمي عمر. ده عبد المنعم مفكرني دلوقتي انه الاستاذ محمد سيف لما استضفناه هنا في مره وانت غبت، استاذ محمد سيف كان معانا هو والاستاذ احمد ايوب. سيف ساعتها قال لي انا استقلت كمان، يعني قال ان هو استقال اعتراضا على حاجه معينه. بس كمان اللجنه عندها هم كبير جدا في متابعه كل الواقع بتاع الاعلام الرياضي، والرهان فيه دايما وابدا على الضمير المهني او المهني الحي عند الخال فهمي عمر. الضوء بقى، الضوء اللي في اخر النفق اللي يعني اصبح هيبقى شعله ويتوهج، هو ما يفعله تفعله هذه اللجنه الان في محاوله ضبط الاداء الاعلامي. هي خطوات جاده عشان تنقذ المناخ العام وتنقذ الاجيال القادمه انها ترى هذه النماذج تفعل بالتاريخ وتفعل بالجغرافيا وتفعل بالاخلاق وتفعل كل ما يحدث. علينا جميعا ان نتنبه ان لا، في ناس بقى مش هتفوت حاجه. بالظبط، ما انا بقول لك، واحنا كنا طلبنا الدور ده وكنا طالبنا ان ما يستنوش شكاوى. هم يراقبوا ويتابعوا. الله، انت مستني شكوى من صاحب الشأن ليه؟ بالظبط، انت شفت اداء فج انت. بالظبط، اللي يجي لك فيه شكوى ببحثه. بالظبط، وهم بيعملوا كده دلوقتي، ولذلك القبعه يجب ان ترفع ونطالب بمزيد من الضبط والانضباط. انقذوا الاجيال القادمه التي سوف تقع فريسه للتضليل، واذا ما حدش والانفلات وعدم الانضباط اذا استمر الامور على ما هي عليه. في شهر اكتوبر ما احوجنا لاستعاده روح اكتوبر عشان نقدر نخلص من كل العبث وكل البلاوي السوداء اللي الواقع الرياضي احنا عايشينه. اللواء مصطفى كامل واحد من رجال القوات المسلحه البواسل كان ضيفا عزيزا على الصديق العزيز ايهاب الخطيب هنا في قناه الاهلي،
المهندس عدلي شدوا الحوار قوي ولقط منه. انا عايز اهني الاستاذ ايهاب الخطيب، عايز اهني قناه الاهلي بهذه الحلقه، عايز اهني نفسي ان انا استمتعت باحد النماذج الرائعه التي الناس كانت ابتدت تنسى ان الناس دي موجوده في حياتنا. شوف رايه في كل الامور ازاي يا استاذ ابراهيم. نشوف اللي هو مصطفى كامل وهو يحدث ايهاب الخطيب وجمهور قناه الاهلي عن استعاده روح اكتوبر. بقول حان الان، حان الان ان احنا نعود مره اخرى الى الروح التي كانت عليها مصر في 73. هل تعلم ان دفتر قيد الاحداث والحوادث المصريه كله بتاع القوات المسلحه كلها لم تسجل مخالفه واحده، مش جريمه، مخالفه واحده خلال 22 يوم في جميع اقسام مصر. هذا الكلام انا بقوله واحنا بنخلص حياتنا يعني. لكن انا عاوز اقول ايه، لابد من عوده البعد السلوكي المصري كما كان، خاصة في الشارع المصري. لابد ان احنا نرجع للبعد القيمي والاخلاقي مرة اخرى. وهذا البعد او البعدين دول بيتوقفوا على ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية المصداقية الكاملة، مفيش حد يكذب بقى، ده احنا مفيش كده. النقطة الثانية الشفافية المطلقة. النقطة الثالثة الحسم المطلق، لابد ان يكون هناك حسم في الامور، ما نسيبش الامور يعني ما تزيد الفجوات كلها ونبدا نصلح، هناخد وقت طويل جدا. حان الان ان انا ارجع القيمه العظيمه اللي كانت موجوده عليها العامل المصري والفلاح المصري والمدرس المصري اللي كان بيعلم الناس، بيعلم العالم كله. حان الان ان نستعيد دورنا الاجتماعي الصحيح وخاصه في الرياضه المصريه. الحقيقه اللواء مصطفى كامل وكان محافظا اكثر من مره، اعتقد كان مدير الكليه الحربيه، مدير الكليه الحربيه بدات العلاقه بس هو بعد كده تقلب مناصب مستعيد. وهو نموذج، شوف الاداء، شوف العبارات، شوف النبره، شوف الوضوح، الوضوح القيم اللي جواه، كل لفظ في مكانه. آن الاوان نستعيد نعمل. وانت لو كنت سمعت حديثه عن نصر اكتوبر، والله هو ده الحديث اللي كانك شوف بقاله كام سنه الناس بتتكلم، اول مره تسمعه بهذا التركيز وهذه اللهجه الحاسمه المهذبه الصادقه. اولا احنا يا رب تكونوا جبتوا بقيه الحاجات بتاعته، وبعدين هنعلق مره واحده. نشوف رسالة اللواء مصطفى كامل للأندية الرياضية. يعني احنا بنتكلم على الأندية، أنا عاوز أتكلم الأول يعني إذا صلح الرأس صلح الجسد، يعني حاجة طبيعية يعني. فأنا أتصور إن كلمة رئيس نادي لابد أن يكون يعني قمة الأداء، قمة الشهامة في أي وضع. يعني رؤساء الأندية عليها دور، بالضرورة يكون الاتحادات لها دور، بالضرورة يكون اللجنة الأولمبية لها دور حاسم، بالضرورة يكون وزارة الشباب لها دور، بالضرورة أيضا يكون الشباب اللي هم المكون الرئيسي للجماهير لها دور. هذه الأدوار زي ما احنا أنا دايما أقول الثلاث قيم اللي أنا بتكلم عليهم دي، تمام، الشفافية الأول، المصداقية الثانية، يعني لابد ان اكون شفاف عن كل الامور، في كل اموري قدام الناس شفاف جدا ومؤدب جدا ومهذب جدا ومحترم جدا. هذه هي القيم الذي يجب ان نسعى اليها جميعا. يعني التنافس لابد ان اكون شريفا. احنا بنتنافس على ايه؟ هو ده سؤال ببساطه جدا، يعني حاجه بسيطه، ان احنا مش عاوزين حاجه اكتر من انت. لابد ان انت يكون المصداقيه دي انت صادق في كل امورك، مفيش غش، مفيش لعيب يقع في الارض عشان يضيع وقت وبعدين يقوم يجري زي الرهوان، ما ينفعش.
لابد انك انت تكون عندك الشهامه ديت. الشهامه دي تيجي من ايه؟ من الشفافيه والمصداقيه. لكن المسؤولين جميعا سواء اللي انا قلت لهم كل هذه المؤسسات اللي انا بتكلم عليها، رؤساء الانديه ومجالس الاداره، لابد ان يكون لهم دور حاسم جدا في اداره الامور. لابد ان يكون الاتحادات لها دور حاسم. لا يمكن ان تدار الرياضه المصريه باسلوب العلاقات العامه. كلام ولا اروع ولا اوضح. بالضروره كذا وبالضروره كذا، وبالضروره اللي زيك يا سياده اللواء يكونوا في صداره المشهد الرياضي على الاقل. نفتقد الى هذه القيادات. صحيح. غريبه انك ما تلاقيش الناس دي في اتحاد الكوره ولا في اللجنه الاولمبيه ولا في لجنه المعايير قياده العمل في اي كله. عمل عام وخصوصا الرياضي والشباب. هو راجل كان لاعب كوره سابق وابنه كان بيلعب كوره على فكره في نادي الشمس. فهو رياضي، هو رياضي، هو راجل. الناس دي هي اللي تصدر لك القيم وتوضحها قدام وتحافظ عليها. قال لك الشفافيه والمصداقيه والحسم، الحسم 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 والانضباط. قال لك شوف هو بيستعرض مسؤوليه رؤساء الانديه والهيئات، بيحددها ببساطه شديده جدا. ازاي احنا مش شايفين ولا حاجه من اللي بيقولها دي حوالينا؟ قد نبدا يا رب، في شواهد بتقول ان احنا هنبدا نشوف الكلام ده. في حاجه تانية ولا خلصت؟ طيب خلصت. هل انا عايز اسمع رايك في اللي سمعته ولا انا بس اللي منبهر؟ لا، الكلام فيه من الجديه والجديه. الجديه لانه والصحه. الجديه كلام يبدو جديد علينا من كتر ما العبل اللي احنا عايشينه والتراب اللي مغطي المشهد كله. الكلام على قيمته وعلى الاصول اللي فيه تبدو فيه جديه وجديه. في جديه كمان الرجل في منتهى الحسم بيعدد المعايير اللي ممكن تنقذ مجتمع رياضي زي كده، بل مجتمع بأسره الحقيقة لما بيتكلم على المصداقية والشفافية والحسم. عشان كده خلينا نقول حتى فيما يخص النادي الأهلي، جمعية العمومية لازما دايما وأبدا تحرص انه علاقتها بالنادي تكون علاقة شفافة. ده لو عايزين ناخد الدروس اللي يمكن نتعامل بيها على ارض الواقع فيما يخص النادي الاهلي باعتبار ان دي شاشه قناه الاهلي. ولما الاهلي يبقى محتاج كده شوفوا الباقيين محتاجين ايه بقى. انه دايما وابدا الحفاظ على مصداقيه العمل. المجلس بيوجه رسالته لاعضاء الجمعيه العموميه بمنتهى الشفافيه، انا عايز اعمل كذا. انا عندي كذا. انا بلتزم بواحد اتنين تلاته. انا عندي برنامج سميته برنامج عائله الاهلي بمنتهى الوضوح والشفافيه، وقلت لكم ده مواعيده في الفترات الفلانيه. طب اذا اخل مجلس الاداره بالتزاماته وده وارد، الجمعيه تيجي تحاسبه. واذا التزم مجلس الاداره بمواعيده، الجمعيه تيجي تعزز موقفه. اذا تحلى مجلس الاداره بهذه الدرجه من المصداقيه، الجمعيه تيجي تقف معاه وتسنده عشان يعمل اكتر. اذا اخل مجلس الاداره بمصداقيته او كذب على الناس، تيجي جمعيه تحاسبه. الناس دي كلها بشر، مجلس الاداره بشر، هيغلط وهيصيب. بس ارجوكوا لما يغلط، سيدنا عمر قال رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، ولما يصيب ويمشي كويس لازم تساعده وتدعمه وتقف جنبه للمصلحه العامه. انما وسيادة اللواء مصطفى كامل يتكلم على انه احنا عايزين نتعامل بالشفافيه والمصداقيه، وفي نفس الوقت نسيب نفسينا لكل مش مخرات السيول، مخرات الشائعات والكذب والادعاء والافتراء، وتيجي لجان رسميه تقر واقع، وانت كنادي انت اللي بتطلب هذه اللجان انها تيجي عشان هي اللي تثبت صحه موقفك، ثم بعد كده تستمر اللبانه. واحد رايح يقول لك انا جيت اهو بالساعه اللي انا جيت بيها راجع بيها. لا، ما احنا ساعه ايه؟ ما احنا نقدر نتكلم على انه لا 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 والنبي، ما احنا اتفقنا عليه استاذ ابراهيم. لينا في نفس هي الفكره. شوف استاذ ابراهيم، انت عايز شفافيه ومصداقيه وحسم. لازما المسؤول عن الرياضه اذا كانت اللجنه الاولمبيه في قطاعها الاولمبي
او وزاره الشباب والرياضه في القطاع الاداري او اتحاد الكوره في الشق الكروي، هذه المظلات المسؤوله هي اللي لازم تكون حريصه على هذه القيم يا سياده اللواء. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. لو كل المسؤولين ها والعاملين في الوسط الرياضي يتكلموا باللغه دي، هي دي لغه ضعيفه؟ لا طبعا قويه. تجيب حقوق مؤكد طبعا. طيب متجاوزه؟ لا لا مش متجاوزه. طيب تزعل حد لو هو كلمني بيعاتبني بهذه النبره بهذه اللغه او يحاسبني؟ اقدر اتجرع عليه؟ لا لا. تخيل كلنا اتكلمنا اللغه دي، تخيل المجتمع المصري هيبقى شكله ايه؟ احنا اصبحنا على الفضائيات يا استاذ ابراهيم تسليه الناس، الناس بتتسلى بينا، الناس دلوقتي اسهل حاجه لاي حد مقدم برنامج يقول لك وانت فاكر نفسك في الاعلام المصري؟ للاسف. ولذلك انا سعيد ان ينتفض لجنه القيم والاداء تقييم الاداء الاعلامي، تنتفض عشان تحافظ بقى على المعايير. لا الاعلام المصري ما كانش كده ومش هيستمر كده. كلام حلو، في قيم، في حسم، في حماسه، في رغبه، في إرادة، بس الركع التنفيذ هو ده. احنا فاهمين الصحة قوي، الشعب المصري كله على مختلف أطيافه ودرجات مسؤولياته والله عارف الصحة قوي، بس المشكلة في قطاعنا الرياضي كل مسؤول في قطاعه مش قادر يفرض الصح، مش قادر يحمي القيم، مش قادر يواجه الخطأ، مش قادر ياخد موقف حد لتصحيح خطأ. لازلنا بنتكلم على ألاعيب كتيرة جدا بيدوروا لها على مخارج. انت خايف من ايه؟ انت خايف من مين؟ الصح صح والغلط غلط. طبق الصح، يدار الأهلي يدار الزمالك، يتحب السين يتحب الصاد، في النهاية خليكوا مسؤولين، لأنه في قطاعنا الرياضي قليل من المسؤولين مسؤولون. نلتقي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. والكأس بطولة الاهلي ايضا، كل بطولة الاهلي بيشارك فيها بيبقى حريص على انه يبقى الاول، وده في فيديو من الفيديوهات اعتقد سمعتوه على لسان كابتن عبد الظاهر الساق وهو مش ابن الاهلي، بس كلاعب كبير وكراجل محترف قد ايه شايف اسباب تفوق الاهلي، وقال انه الاهلي يخسر مباراة عشان يقوم بسرعة عشان يكمل، يعني بالمفهوم العسكري واحنا في رحاب اكتوبر، يخسر معركة ما يخسرش الحرب، يخسر معركة من ضمن معارك الحرب لكن عشان في النهاية يكسب الحرب. ده الكاس الاخير اللي الاهلي فاز بيه، فالاهلي ما في بطولة بيدخلها الا بيسعى دايما وابدا يكون ليه التفوق فيها، هي دي قيمة الاهلي وهي دي مكانته، وربما هي ديت اللي عامله مشكله مع البعض، لانه انا لما ابص على اي بطوله الاهلي بيشارك فيها بانتظام هلاقيه صاحب نصيب الاسد في مرات التتويج، والاقيه باستمرار حتى في الكاس اللي هي بطوله المفاجآت، الاقي الاهلي عنده 36 لقب في الكاس. الكاس هي المسابقه الاقدم في مصر، الاهلي 36 كاس، الزمالك 26 كاس، الترسانة عنده 6، الاتحاد عنده 6، المقاولين العرب عنده 3، الأولمبي عنده 2، الإسماعيلي عنده لقبين في الكاس زيهم لحرس الحدود زيهم لإنبي، وبطولة واحدة للترام والقناة والمصري. بمناسبة المصري خد هذه البطولة عام 98 وكان رئيسه وقتها الحاج عبد الوهاب قوطة رجل الأعمال البورسعيدي الشهير اللي وفاته المنية اليوم، تغمده الله بوسع رحمته وألهم أسرته الصبر والسلوان، الحاج عبد الوهاب قوطة اللي فاز للمصري بكأس 98. اه كانت شخصية كويسة قوي. تعاملت معاه؟ تعاملت معاه، لأن يوم ما جبنا الكابتن علاء إبراهيم بعد ما خلصته فوجئت بتليفون من الحاج عبد الوهاب، ده كنا متفقين معاه وكنا بنخلص فيه،
فالكابتن صالح كان قاعد عندي في المكتب. فزعل قوي، قال وهو الولد ما قالكش الكلام ده؟ قلت له لا ما قاليش الكلام ده. قال لي تروح للحاج عبد الوهاب واللي عايزه انا هعمله. كلمت معاه واتقابلنا في يوميها في احد الفنادق الكبرى في القاهره. قلت له كابتن صالح مكلفني اقول لك اللي انت عايزه في هذا الامر، لان ما يصحش ان الولد بيخاب علينا ان انت كنت اتفقت معاه. والا كنا هناخد رايك او نستاذنك على الاقل يعني. اللي يرضيك ايه؟ فقال لا، بعد اللي انتوا بتعرضوه ده اللي يرضيني خلاص الولد اختاركم ويفضل، بس لازم نتعاون. قلت له ده احنا نتمنى نتعاون، ها؟ واي حاجه انت عايزها بعد كده. وحدث بعد كده من خلال رحمه الله عليه برضه الحاج سيد متولي ان كان في فتره مزدهره من العلاقات والتعاون بيننا وبين النادي المصري، يمكن كان مفتاحها الواقعه دي. طيب كاس مصر الاهلي ان شاء الله بعد بكره الاربع هيلعب مع الترسانه في دور ال 32. والله زمان الشواكيش، الاهلي سبق ليه الفوز بالبطوله زي ما قلت لكم 36 مره، اخرها 2016 2017، والترسانه عنده 6 القاب اخرها 85 86. اهداف الاهلي في نهائي كاس مصر، لعب الفريقين في كاس مصر 19 مره الاهلي والترسانه، الاهلي فاز في 16 وتعادلوا مره واحده، تفوق الاهلي بركلات الترجيح 4-3، وفاز الترسانه مرتين 62 و67. اخر مباراه بين الاهلي والترسانه في كاس مصر كانت في 28 يناير 96، دي اخر مباراه الاهلي والترسانه 2009 في الدوري. الترسانه قدم للاهلي بعض اللاعبين الافزاز، الهداف الكبير للاهلي محمد رمضان جه من الترسانه، وامير القلوب المبدع محمد ابو تريكه جه من الترسانه، علي ماهر اللعيب الرائع جدا والمدرب الطموح الكبير جه للاهلي من الترسانه، حسين شكري جه للاهلي من الترسانه الظهير الايسر المحب جدا للاهلي. في اسم لو جبته مصطفى الكيلاني، بس عمل العكس. لا لا عمل لا العكس لا، حسين راح من الاهلي للترسانه. حسين النقر. حسين النقر. النقر فاكره؟ انت نقر. ده كان لعيب لعب دولي. لا وراح للاهلي من الاهلي، راح الترسانه عمرو سماكه، وراح لا الترسانه من الترسانه للاهلي عمرو سماكه، ومن الاهلي للترسانه مصطفى الكيلاني الله يرحمه. مصطفى كيلاني من الاهلي للترسانه. وعمرو سماكه ابن الاهلي وراح الترسانه، وبعد كده جه الاهلي. ده راح وهو ناشئ خالص. وبعدين جبناه. صحيح برضه ده له قصه. صحيح. طيب مباريات دور ال 32 اللي اتلعبت في الكاس لغايه دلوقتي، المنصوره النهارده عمل مفاجاه وكسب الداخليه 2-0، وده يخلينا نقول للاهلي بكره 2-0 في ضربات ترجيح يوم الاربع، ضربات جزاء. ضربات جزاء. اول ست ضربات 3-3 ضاعوا. ده 2-0 دي نتيجه متكرره. ففي ضربتين بس اللي نجحوا للمنصوره. الانتاج الحربي فاز على اتحاد الشرطه 2-0، والاسماعيلي فاز على نصر الفكريه 4-0، والمقاولين فاز على غزل المحله 2-0. نتائج منطقيه كلها ما عدا طبعا المنصوره، وده يضرب جرس. بالظبط. لازم نلعب بمنتهى الجديه والاهتمام. الجديه لانه الترسانه فريق محترم كمان، ماتش حقه في القسم الثاني ماشي بشكل كويس. هو فريق عريق. بكره الثلاث بتروجيت هيلعب مع مركز شباب تلا منوفيه، امبي هيلعب شبان مسلمين هنا، المصري هيلاعب الجزيره بمطروح، اتاجل هذه المباراه كانت المفروض بكره، وبيراميدز هيلعب مع طنطا. يوم الاربع الاهلي مع الترسانه، ودجله مع الجونه، ومصر المقاصه مع ابو قير للاسمده. مباراه الخميس النجوم مع حرس الحدود، سموحه مع الالومنيوم، الجيش مع القناه، الاتحاد مع بورتو السويس، والزمالك مع مركز شباب منية سمنود. مركز شباب منية سمنود ده ماتش الزمالك. طيب قلت لكم مباريات الكاس دايما وابدا عايزه
الجلديه والحذر لانه المفاجات فيها وارده دايما. هزيمه الاهلي في مباراه الاتحاد جمله اعتراضيه، والجمهور لازم يفهم انه الخروج منها دايما وابدا تتكعبل عشان تقوم تجري بسرعه. فبتبقى دايما وابدا في اقرب مباراه بعد التعثر عندك هذه الروح من الاستنفار. اذكر دايما وابدا الاهلي في احد المواسم خسر من اسوان لكن فاز بالدوري. ليه؟ لانه ما بيتكعبلش. وايام مستر مانويل خسر من هو كان ايام مانويل وخسر من اتحاد السويس. على ذكر اسوان، من محب الاهلي ومتابعي البرنامج كتير اسره اسوانيه اهلاويه جدا، العريس حسين حمد الملاح وعروسه اسراء عملوا الفرح اهلاوي. ما التورته اهي. بص بعت لنا حسين حمد الملاح بصوره التورته في اكتر من صوره مع الفرح. بص سعادتهم ان التورته تبقى عليها شعار النادي الاهلي، فيلتفوا حوالين التورته. واعتقد كان من الصور القاعه كلها مزينه فرح كلها بعلم الاهلي، بلون الفانيلا الحمر، فرح بلون الفانيلا الحمر، بروح الفانيلا الحمر. المهم الف مبروك لحسين حمد الملاح وعروسه اسراء ولكل الاهلاويه في كل مكان. ده فيما يخص كاس مصر يا باشمهندس، لكن لانها فتره الارتباطات المتداخله جدا مش ممكن الحقيقه. انت بتعمل كده، تطلع من دوري تدخل كاس، تخرج من كاس تدخل بطوله عربيه، عشان تخرج منها تستعد لبطوله افريقيا، وكلها ادوار متقدمه. تخيلوا ان الاهلي في كل الحدوته دي بيستعد للسيمي فاينل لدوري ابطال افريقيا المؤهل لبطوله العالم. وانا بيتهيألي ان ده اللي في دماغ كارتيرون وتركيزه. الاهلي والوصل في كاس زايد. اتعملت القرعه، الجمهوريه قالت ان هي دي قرعه ناريه. الاهلي يصطدم بالوصل والزمالك يواجه الاتحاد. الاسماعيلي يتحدى الرجاء والنجم يلتقي الوداد. هنا انا عايز اقول حاجه فيما يخص القرعة واللي شغل بال الجمهور على السوشيال ميديا. القرعة لما اتعملت اتأخر وضع اسم الأهلي فيها على الجدول، فالاتحاد العربي طلع على صفحته الرسمية صورة القرعة بدون الأهلي، والناس اعترضت. بعد كده اتغيرت، بس الاتحادات الجادة في تعاملاتها مع كل الانديه، مش عايز اقول الانديه الكبيره، لما يحصل خطا زي كده ما دام هو خطا غير مقصود، وخلينا يعني اصدق ان هو غير مقصود، يحصل اعتذار. يحصل اعتذار لانه مس اسم كبير له شعبيته له جمهوره، ومش عايز اقول برضو ان هو السند الكبير في انجاح اي بطوله بيشارك فيها من واقع جماهيريته وشعبيته ومحبيه، مش في مصر بس، في كل الوطن العربي. فلما يكون هؤلاء المحبون لهذا النادي اتضايقوا انه قرعه رسميه تعلن ويغيب اسم الاهلي فيها، لا كنت اعتقد ان يبقى فيه اعتذار او توضيح انه ده خطا غير مقصود، ما كانش صح يحصل. لكن نعمل نفسنا احنا رخرين من بنها وكانه ما حدش خد باله، دي مساله الاعتذار في حد ذاته شامل كبار. ما دام الخطا غير مقصود، لو مقصود دي حدوته تانية وحسبه تانية خالص. لكن ما دام غير مقصود وخطا لشخص، كنت اتوقع وانتظر انه يبقى فيه على الاقل، مش اعتذار يا سيدي ما دام الاعتذار وحش قوي، يبقى فيه توضيح انه حدث بالخطا كذا والحقيقه كذا. هذا لم يحدث يا باشمهندس. ما حصلش اي تعليق. ما حصلش تعليق خالص. سواء ان انت صلحت الوضع كما لو كان الناس ما خدش بال، لا الجمهور خد باله وظل يتداول صورة الجدول والأهلي مش فيها، والخانة بتاعته فاضية وقدام منه الوصل الإماراتي وكأن الأهلي ده مش موجود. أدي الصورة وأدي الخانة التالتة على اليمين. هو أنت لما ما تحطش اسم الأهلي بالأهلي مش موجود؟ يعني أدي الصورة اللي طلعت. الأهلي هو الأهلي مش محتاج خانة في جدول. الأهلي في وجدان كل الناس. بس هو ده اللي عايز أقوله. بس صدقوني مش خانة جدول اللي هتعلي قيمة الأهلي. الجمهورية قالت قرعة نارية، الأهرام قال قرعة مثيرة لدور ال 16 لكأس زايد للأندية الأبطال، الأهلي يلتقي الوصل الإماراتي والإسماعيلي في مواجهة صعبة أمام الرجاء. الوصل الإماراتي، مين بقى الوصل الإماراتي اللي الأهلي هيلتقيه إن شاء الله
في دور ال 16. هو في الامارات في دبي. احدى الامارات السبع. احد الانديه الكبيره لقبه في الامارات الامبراطور. تاسس سنه 60. نادي عنده سجل بطولي محترم. لازم الاهلي يستعد له في وقتها بشكل جيد. الوصل عنده 7 القاب في الدوري الاماراتي. وعنده مرتين كاس الامارات، وعنده كاس الاتحاد مره، وبطل الخليج للانديه مره. نادي عريق جدا. اهم لاعبيه تاريخيا فهد خميس، زهير بخيت، ناصر خميس، اسماعيل راشد، ومحمد سالم العنزي. دول النجوم الكبيره في مسيره كره الوصل. مرنوا مدربين كبار، هو دايما حريص ان هو يستخدم مدربين كبار في حجم مارادونا وزيماريو والكابتن حسن شحاته والكابتن زكي عثمان. كان واحد من اوائل المدربين المصريين اللي مرنوا الوصل. بيلعب لبسه الاساسي الفانيلا البيضاء والفانيلا الاحتياطي الصفراء. طيب الوصل عمل ايه عشان يخبط في الاهلي؟ ايه اللي حصل؟ تاهل في دور لدور ال 16 على حساب اتحاد جده السعودي، ولما يكون تاهل على حساب اتحاد جده ناخد بالنا. صحيح ان الاتحاد السعودي عنده عصر هذه الايام، لكن يبقى ان الاتحاد فرقه كبيره طبعا. بالظبط، لما الوصل يتخطى الاتحاد، تعادل معاه 1-1 في جده، وتعادل معاه 0-0 في دبي، 1-1 و0-0 ما اعرفش ساعتها عملوا زي ما الاستاذ محمود معروف قال، نقوا الماتشين وجملوا الوصل ولا لا، واستفاد من قاعده الهدف خارج الملعب بهدفين. حاليا الوصل في الدوري الاماراتي بيحتل الترتيب السادس بعد ما لعب 5 ماتشات. فاز في ماتشين وتعادل في ماتش وخسر ماتشين. سجل 8 اهداف واستقبل 8 اهداف، لا له ولا عليه. اخر 3 سنين كان في موسم 2017 2018 السنه اللي فاتت نهى الموسم وهو المركز الثالث ب 41 نقطة. الموسم اللي قبل منه كان الثاني كان عنده 57 نقطة. في الموسم اللي قبل منه 15 16 كان في المركز السادس ب 39 نقطة. المعلق الرياضي والصديق العزيز الأستاذ خالد بيومي علق على هذه القرعة وقال عن مواجهة الأهلي والوصل، عندنا في مصر جملة بنقولها: اوعى تقف قدام القطر. ده بيتكلم على قوة الأهلي من الناحية الفنية. الأهلي مع الأندية الإماراتية عنده رصيد جيد جدا يا باشمهندس. لعب مباراتين، الأولى مع النصر في البطولة العربية عام 95، فاز الأهلي 3-1 بهدفين لكشري وهدف لهادي خشبة. المرة الثانية مع الوحدة في البطولة العربية في القاهرة، فاكر أنا دي. المريخ السوداني، على ذكر الكرة السودانية، هيلاعب اتحاد العاصمة الجزائري، والنصر السعودي هيلاعب المولودية الجزائري، يعني الكرة السعودية. النصر هيصطدم بالمولودية، والوداد المغربي هيلاعب النجم الساحل التونسي، مباراة قوية. الهلال السعودي مع النفط العراقي، والإسماعيلي هيلاعب الرجاء المغربي، والاتحاد السكندري هيلاعب الزمالك، والسطيف الجزائري هيلاعب الأهلي. دي قرعة دور ال 16 لبطولة العرب أو كأس زايد زي ما أطلق عليها الاتحاد العربي. حتى وإحنا في عز الصيف والناس حرانة والرطوبة عالية، نلاقي الجرايد تتحدث عن مذبحة الشتاء. مذبحة الشتاء في عز الصيف، محدش عايز يسيب الأهلي في حاله، وكأنه قائمة ال 25 دي اتفرضت على الأهلي لوحده، وكأنه محدش هيعمل صفقات هتمشي ناس إلا النادي الأهلي لوحده. محدش بيجرؤ يتكلم على حد تاني خالص. ولا نادي. تصير تقول الأهلي الأهلي الأهلي. الهدف إثارة المشاكل بين اللعيبة، زعزعة الأرض من تحت اللعيبة، إفقاد الجماهير ثقة في بعض اللعيبة، وأخور من جوه شوية بحيث تهد فيها. هو ده دايما وأبدا. أنت عارف من العنوان كده؟ أه. أقول لك أنا رأيي كارتيرون في اللعيبه. اولا هم مبسوط جدا 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 من الشباب الصغار زي الجزار واحمد ياسر ريان، جدا لدرجه ان احمد ياسر ريان جاله اعاره بنص مليون دولار في الجزائر هو رفض.
رفض ثقة منه في إمكانيات اللاعب. الجزار ماشي بخطة ممتازة جدا وشفناه امبارح في 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 قائمة البدلاء. شريف بينزله في ماتشات حرجة، نزل الإسماعيلي ونزل وأنت مغلوب أمام الاتحاد وما كدبش خبر، يبقى منين جابوا إن هو مش مقتنع باللعيبة دي وإن هم عايز يمشيهم؟ أنا بقول لك غياب أحمد وحيد وأحمد علاء، أحمد علاء والشيخ وبركات مثلا يعني نتيجة إنهم مش في القائمة الإفريقية. أيوه. لكن مؤكد هيبتدي يبقى له ظهور وأنت بتتجهز شوية عربية. في الظرف ده يا جماعة يعني لما ألاقي بدري قوي وفي عز الصيف الناس بتتكلم على مذبحة الشتاء المنتظرة في يناير، ولاقي استهداف لأسماء بعينها، ولاقي تركيز من صحف بذاتها على اللعيبة، هنا محاولة الاستفادة من كعبلة الأهلي في مباراة الاتحاد الجمهور لازم أن ياخد باله. أنت بس اللي بإيدك تخليها مجرد كبوة وهفوة سريعة يقدر ينهض منها الفريق وينطلق بسرعة، أو أن أنت تفضل عندها وتهز الثقة وتهز الأرض وتصدر التوتر، لأنه أخطر حاجة على فريق الكورة وهو عنده منافسات كتيرة متداخلة التوتر. لو حصل التوتر النتائج ما بتبقاش كويسة خالص ومحدش بيعرف يلمها بسرعة. فنتمنى، وحد هيقول لي طب والجمهور هيعمل ايه ما كده كده ما بيروحش المدرجات، لا الجمهور في صياغة الرأي العام، الجمهور حتى في المساندة عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة، الجمهور في التفافه حوالين فرقته وناديه باستمرار وأبدا، خليكوا القوة الداعمة والقوة الواثقة والقوة دايما وأبدا المدركة لدورها مع الفريق. نتمنى أن الجمهور اللي تعرض لبعض الملاحقات والمشاكل بعد مباراة حورية الغيني، نتمنى إن شاء الله تعالى يتم تدارك الأمر. وأنا كنت تواصلت يا باشمهندس مع الأستاذ محمد رشوان المحامي في متابعة هؤلاء الجماهير، واحد منهم كان صلى جنب الجمعة اللي فاتت وقال لي أرجوكوا تتكلموا على الجماهير اللي اتاخدت بعد مباراة حورية الغيني. كلمت الأستاذ محمد رشوان المحامي وقال لي إن هو مطلع بهذا الملف ومتابعهم، لكن المؤكد زي ما بقول لكم الجمهور عنده الرغبة إنه يرجع، الجمهور عنده الرغبة إنه يرجع للمدرج. اللي حدث في مباراة حورية الغيني من إشادة اللواء ثروت سويلم بالتزام الجمهور بالقواعد الأمنية في الدخول، ما حصلش الاحتكاكات، حصل هتافات مسيئة مرفوضة، حصل هتافات غير لائقة مرفوضة. حتى هذه الجماهير يعني يبقى ان ده هتاف، وثروت سويلم قال الهتافات واردة، نقدر بمزيد من العمل الإيجابي نرشد سلوك الناس، نقدر بمزيد من انضباطنا احنا نرشد سلوك الناس، لأنه دايما وأبدا الجمهور أنت تفضل تضغط على أعصابه وتفضل تلحقه بالإساءات للنادي اللي هو بيحبه، وبعد كده تيجي تسأل على النتيجة اللي غلط فيها. فنتمنى الخطوات الإيجابية اللي اتخذت في سبيل عودة الجمهور للمدرجات الفترة الجاية تكمل بإذن الله، والجمهور يستغل يشتغل فيها. وأعتقد يعني الأمور في المستقبل القريب هتشوف أمور طيبة. وانا ما دام الاراده، انت اتكلمت في حته الاراده انك تكون عايز توصل لكده بس وانا برضو يعني سوف استعين، هدعي بالصديق اللي هو مصطفى كامل ويا ريت الحلقه دي معلش نداء الى قناه عدا تتعاد تاني، لانها كلها دروس عن حرب اكتوبر، دروس تربويه، دروس بتوري لك يعني ايه قياده لو اتوجدت في اي مكان لو تعددت ممكن تقود المناخ العام للناس الى اي اتجاه ايجابي. فهو ده النموذج اللي يجب ان يتكرر في اكثر من موقع في حياتنا الرياضيه على الاقل باذن الله تعالى. هل لديك اقوال اخرى؟ انت عايز ايه في ايه تاني؟ مش خلاص ولا ايه؟ شوارب بيطلق الصفاره، عايز تسمع زين النوادي. زين النوادي بقى ما وحشتنا. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي، زين النوادي بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله، ونسيبكم مع زين النوادي وخير ما كتب الأمير عبد الله الفيصل
وغنى العندليب عبد الحليم حافظ لزين النوادي. صحيح.